للكل. يوم الاحد 6 تشرين الثاني 2016، واكيد نحن فقراتنا جدا منوعين وبيحاكوا الجميع، فيلي حابب يكون قاعد بالبيت وهيك يسلي نفسه فيكون تتواصلوا معنا كمان او تبقوا تحضرونا 3 ساعات على الهواء من الساعه 10 للساعه 1 بتوقيت بيروت. بدي اقول صباح الخير للشيف وبدي اتشكره، لانه يعني وقت الواحد بيوعد وبيوفي نحن دائما الوفاء من يعني منقدره وما بننساه ابدا، ودائما بنحمله هيك. خلص مش عم وصلت. اوكي صباح الخير. صباح الخير لك رولا، صباح الخير لجميع المشاهدين. نهار احد مميز، بتعرفوا اليوم الاحد بنعمل حلويات. رولا عم تتشكرني ليكو، هي كثير ذكيه بهالشغله. ميرسي، تسلم. من امبارح بالليل وصلت على الترويقه شو بدها تتروق اليوم، يعني اوكي. فهلا شو فتحت علي حرب، كل الشباب الموجودين بالاستديو صار كل واحد بده يوصي على الترويقه قبل بالنهار. انا بلشتها بس. انت بلشتيها بس وصلتي؟ يعني ما كلهم عندهم بيبيز ببطونهم. هيدي الحجه اللي قتلتنا الصهري. ما فيك ايه؟ ما فيك يعني ربنا ابدا. الله يخلصك بالسلامه، نشوفه بعدين شو حيصير. عاولت اصحابي انه لا يعني بليز خلص لازم والدي اليوم بقى. خلص. هي مش واقفه بس على الاكل. لا اكيد مش واقفه ابدا. على كل حال ثانك يو عن جد شيف، وميرسي على الكرواسون. يعني هي لازم تنزل بجينيس بوك، يعني حجم الكرواسون انتم مش شايفين شو حاطط فيها. بقلبها من الشوكولا، هي نعم. كرواسون شوكولا بقلبها من الشوكولا، بقلبها من الموز وعليها من البسكوي. وجبه متكامله لإلك وللبنوت، وهيك لاقدر اتحملك 3 ساعات. بتصور انا إيه؟ بده ياخذ. تفضلوا ببرم لكم اياها، يعني كل ال نواحي. على كل حال اللي بدنا نقوله انه نحن نهارنا حلو اكيد، ويعطيك العافيه ورح نرجع لعندك بعد وقفات ايه، وفي غير قصص اكيد وترجع على الطريق طبعا. بدك حاطه عينك على اخر شيء كمان، اخر فقره شو بدنا نقدم حلو. قول انت شو. قول قول انت ما بتعرفي. لا انت قول. اليوم حنعمل القرقيش. ايوه، يعني عجينه بقلبها من البهارات من اليانسون، بدنا نقليها ونغطسها بالقطر، وحنعمل كب كيك. سوري على الاورنج، اورنج كب كيك. انا ما قلت شيء. انت ما قلتي شيء. هو قال. على كل حال ثانك يو لك. نرجع لك نحن اكيد بعد شوي. بدي اقول شغله كثير مهضومه صارت معي اليوم الصبح، بعرف انه ما ضروري احكي كثير عن حالي، بس مش عن حالي، عن كلبتي. الشيء الكثير مهضوم اللي صار انه بوعى الصبح وعم فوت عليها لانه بدي اجيب غرض من محل ما هي قاعده كلبتي، وما بدي وعي جوزي. واذ الشيء كثير مهضوم انه عاده الكلب بس يشوفنا الصبح انه بيكون كثير اكسايتد او محمس، انه بده يقول بونجور، بده ينط يلعب وكل هالاخبار. كلبتي بلشت تفهم انه بليز ما تعوي، يعني كيف بدي احكيها؟ صرت دائما بفوت على اللس اللس بلا ما اكون كثير عم جن وانا عم غنجها، سو بعملها هش. سو كل ما اعملها هش هي ولا 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 ربع يعني انفعال او تفاعل كانت عم تعمل معي، غير انه ده انا عم يعمل هالقد هيك قد ايه مبسوطه انه شايفتني، بس انا عم اعملها فاتي عم جيب انا غرض وبدي اطلع انه ما تحكي دادي سليبنج، انه هو انه سوري وات ايفر مغنجه بطريقتنا الخاصه انه روني نايم، ولا تحركت ولا عملت شيء. فكتير مبسوطه بهذا الشيء انه لقينا الطريقه انه بتحكي على الواتس، فحست فهمت اوقات يعني واحد بيعمل معجزه لما حدا يحكي بالبيت، بس الكلب عم يفهم انه ما لازم تحكي الصبح. سو ولا حركه ظهرت من البيت ولا تعويه. ثانك يو جاد. خص الموضوع ننتقل على فقره كارمن والابراج، ما راح اطول عليكم. صباحكم بالخير. يوم الاحد 6 نوفمبر 2020، يوم القمر بعده مرافقنا من برج ترابي برج الجدي حتى الساعه 4 بعد ظهر توقيت بيروت، بينتقل بعدها لبرج الدلو. فكيف رح بيكون نهارنا؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لإلك اليوم مولود برج الحمل، هيدا نهار بيحمل بعض الانشغالات الاضافيه يلي يمكن انت مش عامل لها حساب، او اذا عامل لها حساب مبرمجه لازم تنتبه لها، لانه هيدا نهار كثير مهم، معقوله اي غلطه فيه تبين بشكل كثير مضخم. تبقى المواليد الاكثر تعبا 11 و12 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور.
بالنسبة لبرج الثور هيدا نهار بيحمل المزيد من الانفراجات، امبارح أول امبارح يمكن كان في بعض التسهيلات أو يمكن وصلت لك تقريبا هالباب فتح بوجهك، اليوم بعده موجود، في فرصة كتير حلوة ومناسبة لحتى تعرف تتعامل مع الظروف الصعبة اللي عندك، ما تأجل لأنه الأجواء احتمال أنها تتعقد ابتداء من اليوم بعد الظهر. تبقى المواليد الأنشط والأوفر حظا مواليد أيار مايو بشكل خاص، مواليد 15 16 17 ايار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء هنالك بعض المسؤوليات يلي انت عم بتعذبك، خمس ايام تقريبا مولود برج الجوزاء ملبك بقصه ما عم بيعرف يحلها، يمكن يكون امتحان، يمكن يكون حدا موصاك موكلك تقوم عنه بملف بمهمة بمسؤولية، المهم هيدي القصة ملبكة، لكن بقول لك انه ابتداء من الساعة 4 اليوم بعد ظهر توقيت بيروت هنالك انفراجات وتحسن ملحوظ. 2 3 و 4 حزيران يونيو الأوفر حظا. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان شهر نوفمبر إجمالا شهر كثير إيجابي بالنسبة لك، وأنت بتنتظره مناطرة لحتى تقدر خلاله تظبط امورك لتقدر تنهي السنه بشكل مرتب ومرضي لك. خلال هالشهر بيمروا كل اسبوع نهار او نهارين شوي بجربوا يعرقلوا لك الامور مثل امبارح ومثل اليوم. بقول لك طول بالك، ما تنزع جهودك، ما تضيعهم، طول بالك، الانفراج بيبدا عند الساعه 4 بعد الظهر. تبقى المواليد الاوفر حظا نسبيا 6 7 و 8 تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد. الصعوبات موجودة من وقت من لحظة ما وصلت الشمس لبرج العقرب، تقريبا صرنا حوالي الأسبوعين الأجواء معاكسة بالنسبة لك، أو يمكن تكون ضاغطة بسبب تقلبات أو ظروف أو أحداث عائلية وشخصية. الجو رح بيصير معقد أكثر ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت وبيستمر كل التنين والثلاثة، فلحق حالك، الشغل اللي عندك خلص. الأكثر حظا بالرغم من هالجو 7 8 9 14 15 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء نهار حلو، نهار مميز بيساعدك، بيقدم لك الفرصة لحتى تكمل بعملك، تكون ناجح، تكون متميز، تكون منفرد ومختلف عن البقية. الأجواء كتير حلوة عند مولود برج العذراء، مع احتمال يكون في خبر سار جدا بانتظارك خلال ساعات النهار قبل ما تغيب الشمس. الأكثر حظا مولود 8 9 و 10 أيلول سبتمبر، أما يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي انتبهوا 2 و 3 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان الجو رح يتغير للأفضل، رح ترتاح الليلة بتنام مرتاح، صار لك يومين ما كتير عم تمشي الأمور على ذوقك، في شيء براسك معتلك هم. الأجواء إلى التحسن ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر، وهنالك مفاجآت سارة بانتظارك في اليومين المقبلين. الأكثر حظا 5 6 و 7 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب الجو اليوم نشيط مفاعل للأعمال، هنالك نوع من تبادل في الخبرات، هنالك قدرة لحتى تحسم الأمور، وأخيرا هنالك نشاط فعلا جيد وبناء لما أنت بتتعاطى مع الآخرين، بتاخذ وبتعطي معهم وفعلا بتكون عم تسمع وأيضا عم تحكي، فدافع عن رأيك ما تخاف وقوي قلبك. 12 13 14 نوفمبر الأوفر حظا. بنكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس أنت بتعرف أنه الجو متقلب، منه على ذوقك، منه داعم لإلك 100%، يمكن أنجأ داعم لإلك 20% ابتداء من 24 أكتوبر من حوالي الأسبوعين، بعده الجو مثل ما هو. اليوم بدي أطلب منك تنتبه للمسائل المالية، بدي أطلب منك تنتبه تدقق بأعمالك، إذا حامل مصاري، حامل أوراق، حامل أمور بالنسبة لإلك ثمينة جدا بتعني لك كتير، بدك تنتبه لها لأنه احتمال يصير في بعض الكركبة. بالرغم من هالجو 14 15 16 ديسمبر الأوفر حظا، كون حذر جدا، قليل الحظ هو 7 و 8 ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي تعتبر من الأقوياء وما حدا قدك، القمر ببرجك، امبارح واليوم بيسلطوا الأضواء عليك، أنت شخص قادر أنك اليوم تمارس جميع حقوقك وصلاحياتك وتوصل وتحقق
إنجازات باهرة، ما في أي سبب لحتى يمنع نجاحك وتميزك عن الآخرين. صفحة جديدة بانتظارك، لكن كون حذر جدا. 17 ل 19 كانون الثاني يناير، أيضا 7 أيضا 5 و 6 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو من هلا الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت، في ركود وجمود وزهق وخربطة وزعل يمكن وخيبة أمل، أجواء عاطلة عاطلة صار ليومين واليوم أيضا، فبعد عن مشاكل سفر سنة. بعد الساعة 4 بلش، بس لما تبلش الشمس تغيب اليوم مولود برج الدلو بترجع له شوي الحماسة والتفاؤل، ونوعا ما بصير قادر انه يرجع يشوف الامور مثل ما لازم يشوفها، لكن بدك تكون حذر في الايام المقبله 20 21 و22 كانون الثاني يناير، انتبه من المشاكل. وصلنا لبرج الحوت. مولود برج الحوت كل شيء والشمس طالعه، مولود برج الحوت حظوظك حلوه وجيده و فعالي، فعالي بمعنى انه انت اذا اردت تقوم بخطوه حتى ولو صغيره بتلاقيها سهله ميسره. بعد الساعه 4 بعد ظهر توقيت بيروت مولود برج الحوت بيدخل بمرحله انتظار، ناطر ناطر ويتنج، شو ناطر لشو؟ ناطر، ما في شيء رح يركض ركض، مطلوب منك انك ترتاح ابتداء من الساعه 4 لليل الثلاثه، يعني الاربعاء والخميس من اجمل ايام الشهر. كون حذر بشكل خاص مولود 28 شباط فبراير 1 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير حلوة، هيدي سنة بتتخللها بيتخللها نشاطات متنوعة، بيتخللها أحداث، بيتخللها نوع من تركيبات جديدة، يمكن تغير مدرسة، يمكن تغير جامعة، يمكن تغير اختصاص، يمكن تغير شغل، يمكن تضلك بنفس الشغل تغير مكتب، في تحركات كتير حلوة وفعالة ورح بتكون فعلا مناسبة لإلك. نوفمبر أذار مارس تموز يوليو هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. زعلت من كارمن أنا. كارمن كيف يعني الدلو اليوم نهاره مش حلو؟ بلشين كرواسون بعدين رح يكون في بعدين وصفات يعني غير شيء كمان طيبين معي جان كيف على كل حال يعني غريب دل معلش الله بيسامح بتوقف معي بريك من بعدها بنضم لنا جان بيوتيوب يعني طبعا دائما على اليوتيوب بتشوفوا فيديوز نازلين وبيصيروا ترند اوقات وبتشوفوا اشياء مهضومه واشياء بتضحك واشياء بتبكي. رح نشوف هلا هالاسبوع اكثر يوتيوب او فيديوز نزلوا على يوتيوب حلوين وخارج انه نضوي عليهم ب على يوتيوب مع جان. اهلا وسهلا فيك رولا، كيفك؟ كيف هالترويقه كانت طيبه؟ تمام. عصير ليمون طازه كمان. تمام. كله تمام يعني. عايزه شيء بدك شيء؟ بس انا اخذت العلبه. بعرف نحن بنطالب وانت بتاخذي. لا اذا بتشوفوا يعني الشيف نزل الترويقه رولا طالبت طلب مطالب، طلبت كرواسون نص حلو نص امير مع نزل الامير ونص نزل الحلو. ايه شوكولاته انا طلبت ساندويش اشقوان ما يعني كتر خير الله على نفافة وبنته جابوا لي ترويقه اهتموا فيها عن جد يعني. رولا كيفك اليوم؟ تمام. على يوتيوب مثل ما انت قلت بالانترو رح نحكي عن كل شيء ترندنج، يعني ترندنج فيديوز. بتعرفي في عندك يوتيوب دائما عم ينزل عليه فيديوز، يعني في عندك بحدود ال 50 فيديو بينزلوا بالثانيه فيك تقولي من حي العالم كلهم. في عندك ترندنج فيديوز هن اللي بيبينوا على الهوم بيج تبع يوتيوب اكثر فيديوز انحضروا، اكثر شيء عليهم ترافيك كان علي الترافيك عليه والناس حضرونا عملوا شارع على فيسبوك على تويتر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. باول فيديو رح بلش لك بفيديو عن جد لإلك، يعني انبسطت انه انت معي اليوم لانه الفيديو لإلك مخصص. بتتذكروا اغنيه بن باينابل ابل بن؟ ولو ما بتنتسى المفروض ابدا حدا ينسيها، اللي بيعرفها ما بينسيها. ما رح تنسي الفيديو. هذا الفيديو في فيرجن دقيقتين، بنصح المشاهدين يفوتوا يحضروه عن جد، يعني دقيقتين عن الغنيه المزعجه اوريدي مزعجه. ما تقول عنها مزعجه. اوكي لو مش قويه مش طالعه معك بالحلقه، معقول انت تحضر المشاهدين؟ انا ما طلعتها، انا قلت لهم المشاهدين يفوتوا يسمعوها لما ازعجهم يعني. ايه بس عم تحطها بفقرتك. خلينا نحضر نحضر فيديو معنا. ما عنا اياه؟ لا قلت لك ما عنا اياه. ليه ما عنا اياه؟ مش حنحضره؟
لا قلت لك ما عنا اياه، عنا فيديو جاني كمان غلط؟ ايه بعد ما بتاكلي وهمك بطنك راسك ما عم فكري بس عن جد كي لازم تحط بان باينابل ابل بان. عملنا حلقه عنا ديديكيتد كلها كانت لها وبتعرفي بضيق الوقت فضلنا تو سكيب ات. نحكي عن جيمي كيمل. جيمي كيمل شو بتعرفي لجيمي كيمل يعني مثل بروجرام في عنا بروجرام واحد بيطلع بيحكي عن كل شيء عم بيصير لخامس مره على التوالي بيعمل لك مثل ضرب بالاولاد بيقول للاهل يصوروا الرياكشن تبع الاولاد يصوروا الولد شو بيصير معه وقت يجوا يقولوا له اهله انه اكلنا لك الكاندي تبعك. بتعرفي بامريكا هديك جمعه كنا عم نحكي عن هالوين نحن في عندك التريك اور تريت يعني بيروحوا الاولاد بيتنكروا التيبل ديجيزمون تبعهم بيروحوا على البيوت بياخذوا كاندي بيعطون الكاندي ثاني نهار بياكلون بياكلون عشيه وهيدي الفتره بتقول لي بيسمحوا لهم الاولاد ياكلوا هالكاندي وهالقد كاندي. جيمي كيمل قال لهم للاولاد للاهل انه صاروا رياكشن قولوا لاولادكم انه نحن اكلنا الكاندي. احضروا الفيديو شوفوا الرياكشن تبع الاولاد. في عندكم اولاد كثير مهضومين كثير هنيين يعني ما عليه مام بحبك. في عندك اولاد بعتقد رولا هي وصغيره انهيار عصبي راح الاكل تبعهم ما في شك. نحضروا مع بعض. Sixth annual, hey Jimmy Kimmel, I told my kids I ate all their Halloween candy. Mommy and I last night, we were watching a movie and we ate all of your candy. Here, step up. Look at it again. All gone. They ate all of your Halloween candy, and there's no more left. What happened? What? My candy's gone! I ate it all! I ate all your Halloween candy. What? I ate all your Halloween candy. You're just joking. Nope, I ate it all. No! I ate it all. No! Yep. No! I hate you! You took all our candy that we worked so hard to get! We were waiting for hours! Well, I ate some too. Oh, I just wanted to let you know I ate all your candy. Huh? I ate all your Halloween candy. Don't cry. Not. My eyes are just covered. Don't be sad. I'm not. I'm sorry I ate all your candy. My eyes are just watering. I ate all the Halloween candy. You guys, we're really sorry. It wasn't very nice. I don't like you. You don't like us anymore? Is that... I'm sorry. It's okay. Do you still love me? No, 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 please. هيدي آخر وحدة, please. في أهضم؟ لا, كثير مهضوم. ما ولا أهضم. برافو, جون. احس ولا الأمومة فيك جواتك عم تحكي عم بتحضر إيه. لا بس اخر وحده قد ايه لذيذه في عندك يعني فيديوز الفيديو اطول بيجي كمان في عندي كثير يعني انه خلص ما عليه بسامحك بس اخر مره بتعمليها بليز ماما يعني بيقولوا لهم هيك الفيديو كثير مهضوم ويعني قد ما عم يعملها جيمي كيمل صار فتره انه خلص في اولاد صاروا يعرفوا يعني في وحده من الفيديوز بيجي بيقولوا لهم بعرف الضرب اللي بيعمله جيمي كيمل خلص يعني ما لها عازه جيبوا لي الكاندي تبعي بس عن جد الرياكشن تبع الاولاد مهضومه بتشوفي كيف كل ولد حسب التربيه بدك تقولي حسب كل شيء عنده صح في واحد دغري ضربت اهله في دغري ناس باعوا اهلهم بيكرهوه شو كنت عملتي انت رولا؟ لا ما تحطني بهيك موقف بليز ما بدي احسه للشعور يعني اكل عندك بعتقد ايه اوكي بنفهم بس في تعويض يعني كنت ترقصي انت وصغيره بتحبي الرقص كنت كان بحب مثل بحب ارقص بحب غني هلا التمثيل بعدك لهلا بس الرقص كنت كثير جلقتها بعدك لهلا كثير بنحضر الفيديو مع بعض
حياتي. لا بس انه مش هذا من الاولاد يلي انه شجعوا اهله رقص شوي واستحوا. لا لا ماشي يعني هلا اذا فينا نحطه كنا وقت طويل بيدلوا ساحب يعني كلها صح, يعني صح يعني حتى هون بتشوفي حطينا الفيديو نحن عم نحكي عن ترندنج فيديوز بتشوفي قد ايه فيديو بسيط. في عندك ناس بيشتغلوا على الفيديوز على يوتيوب يعني بيتعبوا, في عندك برودكشن عليهم بس ليفوتوا ناس يحضرون لانه في مثل ما قلنا بيطلعوا منهم مصاري الفيديوز. هون عندك فيديو كثير بسيط عملناه منه صعيب ما فيه شيء معقد ماشي عم صار ولد عمير وس جيب فيورز كثير عاليين صار ترندنج لهالجمعه يعني بس على شيء كثير هين عمير وس هو سلبي يعني. كنا عم نحكي عن كلبي كمان ايه بغري هيك بتحس كلبتي كلبتك كيفه ياها وشو عندها لعبه بتحبها؟ ما بتعوي كلبتك؟ لا كلبتي ما بتعوي عن جد الصبح بس توعى هيك وتكون تكون ما عندها شيء تحكي ما عندها شيء ما طالعه لام خلص انا اليوم لازم نركز على كل حال. لا بس انه ما بعرف انه اذا شيء كثير نورمال انه هذا الشيء اللي بيصير. لا كثر خير الله تبعيه طبيعي مش كبتها يعني انت ابدا بخاف. لا عم اسالك عن الكلب في عنده شيء لعبه بيلعب فيها بتدلع حده ايه؟ بتدلع يعني طبعا بتصير شرسه عليها اوقات يعني بتمسكها وبتبلش بتبرم بتعمل دراما بالبيت يعني. شو هي اللعبه؟ مثل دوك دك ايه هيك دك مهضوم جبت لها لون تقل وواحد تاني يعني انه هو بقلبه زمور وبس تعضه بيصير بزمر فابعته من تمه للزمور شالته كله ويعني عم تقضي عليه. بتحبي الازعاج بالبيت زمور ماشي شو بعمل بدنا نسليها للمخلوقه عم تحضرنا؟ ما بعرف ليه عم اسالك السؤال لتحضر الفيديو هلا يعني تخيلي قد ايه يعني عن جد عم نحكي عن الكليب بس بتحسين انه حيوانات كثير قراب من الانسان صح. شوفي شو عامل هون الاونر تبع الكلب لكلبه مثل هديه نحضرها مع بعض. شو؟ كثير موضوع يعني هو الكلب مثل ما تخيلي انت عندك الدوك طلع في جيبه هون هو لبس التيب تبع الكلب تبعه الصغير واجا لعنده فاجئه يعني كثير مهضوم انت يعني هي رياكسيون تبع الكلب قد ايه حلوه انه كيف هالقد تفاعل واو بس ما كان عندك يشلحوا بدك يشلح هون ما كان عندك هالحب للكليب قبل ما تجيبي ديفا انا كنت احب البسينات اكثر بس لو عم تجيبها وتكون بعدها كثير زغطوله يعني ما فيك ما تنغرم مع الكلب ما فيك ما تحب بس انا كان ممنوع يكون عندنا كلب بالبيت عشان هيك تروح اكثر على انه بسينه مقبوله بس انه ذاتس ات مقبوله انه كانت مقبوله اجت على البيت ورجعت بعد 8 شهور ما بلاقيها بالبيت هشلت مش هشلت ماما هشلتها او هي هربت يعني اتفقت مع امك وهربوا من البيت بنحضر اخر فيديو يلا اكيد بنحضر مع بعض Two.
كثير مهضومين. شو كان احلى ديجيزمون عملتيه؟ هي كثير درجه انا ما كثير بعملهم. ما بحياتك عملت ديجيزمون؟ بس تنكرتي بشيء؟ بلا بس بيجاما. انا لازم قبل ما اطلع معك رولا تقولي لي الاسئله اللي ما لازم اسالهم بس. يعني وانتبه انه ما لازم اقول كل شيء على الهواء، انه لازم انه اوقات لازم المذيع او المذيعه يكذب. ما عم بقدر اكذب دغري. انت دائما عندك الصراحه عن جد، ما معقول دغري تطلع رولا بتفتح لكم قلبها بتقول لكم كل شيء، يعني ما بتخبي شيء. صريحه البنت. ايه ما معقول عن جد. يعني لذتها انها هالقد صريحه. حلو الواحد بيحكي عن حاله. طيب فينا نذكر المشاهدين اكيد نحن لنذكر المشاهدين عندنا رقم الواتساب يبعثوا لنا عليه كل الفيديوز اللي عم يوصلوا. اكيد يعني بتعرفي في كثير فيديوز عم يوصلوا، اكثر شغله هلا بيبعثوا لك فيديو على الواتساب، يبعثوا لنا اياهم على الرقم اللي عم يقطع على الشاشه هلا. الفيديوز بس يبعثوا لنا اسمهم كمان لنذكر لنشكرهم اكيد على الفيديو. نحن صرنا بحدود الفيديو 80 على واتساب. نحن كل شهرين بنعمل حلقه بس عن واتساب، وكل جمعه بنقطع فيديو عن واتساب كمان على بالحلقه تبعنا. بس بليز مثل ما قلت لكم ارجعوا تذكروا تحطوا لنا اسمكم بس لنشكركم. رولا ناطر منك شي 7-8 فيديو كمان اكثر شوي. ثانك يو. شو بدي اقول لك وحده؟ ما تقول شيء؟ ما تقول. يلا ليه انت عندك شيف هلا؟ مشان هيك بدك اياه بسرعه. عم يقليك يعني. شو؟ عم يقليك. شو؟ يقليك. يعني عم يشحطك. بالعربي الكبير اون جرو مشبرح؟ ايه بالمشبرح. ايه عم يشحطك يعني. يلا على السريع رح نتوقف، لان على السريع بنروح عند الشيف من بعدها. شو ذا؟ الله بيعين. وبعدها يعني على غير موجه. بنكفي معكم عالم الصباح قبل ما ننتقل مع الشيف عبد الله. رح نعمل جوله سريعه بصاله العرض بالسينما لنشوف اخر الافلام. ضمن افلام هالاسبوع المسرحيه الكبيره فيلم امريكي طويل. بعد 36 سنه على العرض الاول، الجيل القديم والجديد رح يقدر يحضر هالعمل اللي عاش بذاكرتنا من خلال التسجيلات الصوتيه، مع زياد الرحباني، بطرس فرح، زياد ابو عبسي، سامي حواط، جوزيف صقر وغيرهم كتار. One guy took them all down with his bare hands. فيلم الاكشن جاك ريتشر 2 نيفر جو باك. وهالمره بيرجع جاك ريتشر لحتى يكتشف الحقيقه وراء مؤامره حكوميه كبيره ويحاول يبرئ اسمه، مع توم كروز وكوبي سمولدرز. And when I find you, I'm gonna kill you all. Hi. We're the Joneses. وفيلم الكوميدي Keeping Up with the Joneses عن كابل عايشين بالريف بيلاقوا حالهم وسط مؤامرة جاسوسية عالمية، وقت اللي بيكتشفوا إنه جيرانهم الجدد هن جواسيس حكومية، مع آيلا فيشر وجون هام. We don't get out very often, so we really like to make the most of it. افلام كثير حلوه بالصالات، فاذا لكل المحبين فيكم تنزلوا وتشاهدوا الفيلم اللي بتحبوه. رح نتكفي معكم اكيد ننتقل على المطبخ مع الشيف عبد الله. صباح الخير عن جديد. وصلنا لاول وقفه بفقره رشه ملح. شو بين عندكم على الكاميرا؟ بين عندكم الترويقه اللي تروقناها. صحيح رولا تروقت كرواسون، بس نحن تروقنا من البيتزا. اوكي، حطينا عليها من الشوكولا، وحطينا عليها من الموز، من الجوز، اذا بدكم من التفاح ومن البسكوي. هيدي اللي كانت ترويقتنا الحلوه، لانه بنعرف نهار الاحد حلو. ثاني شيء حتلاقوا عندي بالفرن كب كيك، الاورنج كب كيك كمان بلشوا يصيروا جاهزين. عاد هيدي الاورنج كب كيك انا خبزتهم لنقدر يبردوا نزينهم، وحتلاقوا عندي كمان مخبوز صينيتين. بدنا نعمل زبده مع السكر البودره، نعملهم كريمه، نرجع بس يبردوا الكب كيك بنزين فيهم الكب كيك الاورنج. اكيد حنعمل انا وانتو الكب كيك بختام عالمنا الصباحي. ثاني شيء بدنا نعمل القطر. صرتوا بتعرفوا دائما القطر كميه السكر نصها مي، ومنكهة بالمزهر. حتجوا تلاقوا عندي كمان اخر شيء بحط لها من عصير
الحامض. لكن القطر عندي على النار. هلا بكون تسألوا لشو بدنا نعمل او شو بدنا نعوز القطر. القطر بدنا نعمل عجينة. كمان العجينة عندي هورجيكم اياها صارت جاهزة، شوفوها على الكاميرا. العجينة بقلبها شوفوها مزيتة، هي من زيت الزيتون مع، تعال نحكي عن المكونات لهون يا مصطفى. عنا من طحين، عنا من حبة البركة، اليانسون، السمسم، رشة ملح ومي وزيت زيتون. هيدي العجينة اسمها عجينة القرقيش. ليش قرقيش؟ لأنه بدنا نقليها بالزيت، نرجع نسقطها بالقطر مثل مبدأ إذا بدكم العوامات، أوكي؟ وبتصير بتقرقش معنا وطعمتها حلوة بالحبوب اللي حاطينها. أما بالنسبة للكيك، شو حنجي نعمل؟ حنجي ناخد جات. دايما الكيك صموه قسمتين، يعني صرنا دايما بنقولها، دايما بنعيدها، بس بدنا نعمل كيك بنحط الخليط سوري الناشف لحال، نرجع بنضيف عليه الخليط السائل. لما اقول خليط الناشف يعني عندي نطحين، عندنا من البيكنج باودر، من الفانيلا، نجي بنضيف معه اذا بدكم من برش الليمون. هيدا الخليط الناشف اللي عنا. لنجي ندمج انا وانتم الخليط السائل. الخليط السائل اليوم متالف عندي من اللبن. اللبن اللي عندي حضيف معه عصير الليمون. وهيك بنكون وقفنا تحضيراتنا، بكون الكب كيك عندي جهزه وبرده لنزينهم. بنرجع بوقفتنا الثانية بنشوف كيف بنكمل الكب كيك اللي عنا. وهلا كلنا بنرجع لعند رولا وجون، بشوفكم بعد شوي. شكرا لك شيف، رح نكفي معكم اكيد. وهلا على غير موجه مع جون. اهلا وسهلا فيك. بتعرفي اليوم عن شو رح نحكي؟ ولو الكبير. والحلقه اليوم حاضرين لك اياها رولا، حلقه اكيد نحن بدنا نعمل مثل تريبيوت صغير. الحلقه تبعنا لزكي نصيف، رح نحكي عن الشيء احلى زهره. في غنية إلي احلى زهره، في عندنا ميوزك فيديو رح يقطعه، مش ميوزك فيديو، في عندنا فيديوز رح يقطعه كان عم يغني، رح يطلع اغاني من عند دي جي سات. رح نحكي كمان عن اشغاله اللي عمله. بتعرف زكي نصيف يعني بلش، فيك تعتبره انه ون اوف ذا بايونيرز اوف ذا ميوزك، غيروا الموسيقى بلبنان. عملوا مثل اعمال بتحسي انه الموسيقى كيف كانت عم تمشي، باي نهج كانت، باي طريقه كنا عم نسمع الاغاني، غيروا لك الموسيقى، صارت تمشي بطريقه ثانيه، صارت الغنى اللي عم نسمعه تغير. يعني بتعرف دائما انت بالموسيقى في عندك مثل ريفولوشن بتنعمل، مثل حدا بيجي بيغير لك الموسيقى. بيعمل اعمال حتى يعني زكي نصيف نحن بنعرف له اعماله والاغاني تبعه، بس كمان بدك تعرف كمان ملحن وكاتب وزجل وكان يفوت بكتير قصص والشعر صح، وملحن هو وكاتب كمان لكتير الفنانين الكبار، اهمهم فيروز فينا نقول كمان. يعني بدك نبلش بالفيديو؟ اكيد نبلش اول فيديو؟ اكيد. خلينا نحضره مع بعض. الله كبير يا ابو بدر رح نتلاقى سوا، الله كبير يا ابو بدر رح نتلاقى سوا. يا ناس يا قوم العلالي كرم الجود عن زلالي والعنقود عالتوالي خدوا الطاب والسوا. يا ناس يا هلا يا هلا والعنقود عالتوالي يا ولاد بين الربوع نحلوا يا ربوعنا حلوا يا ربوعنا حلوا
نقول للمشاهدين انه الشاشه اكيد مش منيحه، مش بس كواليتي، مش اتش دي، عم نحكي عن فيديو. بس الحلو انه بعضهم موجودين، انه حتى لو هن كثير عاطلين ك كواليتي وساوند كمان، بس يعني الحلو مثل ما قلت عن جد انه بعضهم موجودين. يعني ذكرى حلوه، وخاصه عندي انه مجموعين اثنين من اهم يعني عمالقه لبنان، صح، وديع الصافي وكمان زكي نصيف، صح. يعني هون بنكون عم نحضر احنا عن حلقه كانوا فيها، بتشوفي عن جد الجو كيف كان قبل، وبتلاحظي انه امبروفيست كانوا بتحسيها، صح، طلعوا عم بغنوا. مثل ما قلت برجع بذكر انه للفيديو الكواليتي تبعه، بس مثل ما كنت عم تحكي كمان بدي اقول انه في عندك ارشيف كثير كبيره. نحن يعني اذا عن جد بتشوف في عندك ناس بيشتغلوا على يحافظوا هالتراث، بتفوتي على يوتيوب بتفوتي يمكن مجربين ينظفوه او يظبطوه، صح. يعني في عندك اوقات ناس بيرجعوا بياخذوا الفيديو بيكون اسود وابيض، بيجربوا يشتغلوا على الكالرز تبعه، يرجعوا يردوا له كالرز. عندك ارشيف كثير كبيره، وعلى يوتيوب بتلاقى كثير اغاني، اذا حدا بيعرف يكتب السيرش يعني يعمل سيرش منيح بتلاقى كل الاغاني اللي بدك اياهم، حتى بالميوزك الاصليه بيكون أصلية. رح نكمل مع غنيتك المفضلة وبطلب من الشيف يغني. نقي لي أحلى زهرة. نقي لي أحلى زهرة يا فراشي، نقي لي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكي لي. زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي. نقي يا حلوي أحلى من ضحكة أطفال، وخلي الزنبق يصرخ لا من قلبه موال، والعصفور يترغلا ويترجم شوقان، وشق الفجر ينغم لا عوطان وتهليل. إلي أحلى زهرة يا فراشي لقيلي. أنا صوت رولا عم تغني لأول مرة مش بصوت مزعج، يعني عندي الغنيه بصوت مش زعيج ابدا. لا يعني مثل ما يعني هالغنيه بتسمعيها شو بتذكريك، شو بتتذكري في عندك؟ يعني كل الناس بيسمعوها نوستالجيا، نوستالجيا يعني هي كثير يعني هيدي الغنيه حلوه بتنسمع الصبح وكير بتحبها، يعني هي اكيد لكل الاوقات، بس انه بتحس حالك راسك كثير صافي، وضيع الصافي، لا مش هو مش وضيع، بس انه بتحس حالك كثير صافي وراسك هيك رايق، والعالم بعدها رواق بعد بلشت مشاكل النهار والخبصات سبيشال. يعني الصبح وقت واحد بيسوق هو الاحلى اغاني مثل له، ولا كمان اغاني لفيروز. تسمع هيك اغاني رولا؟ بحب كثير عن جد، مش مزح، كثير بحبوا الاغاني الصبح. يعني مثل ما عن جد مثل ما عم تقولي، بس نحن عم نحكي اذا بدنا نحكي عن زكي نصيف الاغاني اللي عملهم كمان، بتفوت بتقري اذا بدك تقري عن الحياه تبعه، يعني which is available لكل الناس فيهم يفوتوا يقرا عنه، بس كمان زلمه دارس بالموسيقى، بيفهم بالموسيقى، تخصص فيها، مثل ما قلنا الاغاني اللي كاتبهم فيك تعتبري يعني افري، يعني كل فتره بلبنان، فتره لبنان كان عندك من زمان، كان عندك زكي نصيف عم يعمل اغاني، بيسمعوها الناس كلهم، اغاني شعبيه بتحكي عن بتحكي للناس، بتحكي للشعب، يعني بتحكي لغه الشعب، بتحكي لغه الشعب اكزاكتلي. مع انه يعني بتعرف انه حلو نحن كمان مع انه الجيل الثاني، بس انه حلو انه كنا بعدنا يعني كان بعده طيب وقتها وعايش وقتها نحن، صح، يعني صح. قبل ما يتوفى، هو يتوفى بأي سنه تقريبا؟ بعد ما وصلنا له بنحضر بعد فيديو ونرجع بنكمل، انا فيديو بنحضره مع بعض. اوكي بنظبطهم ورا بعض، يلا. موسيقى
بتحضر الستيج ومجد الرومي وزكي نصيف والغنية يعني اللي كنت عم تحكيك عنها قبل الوقت انعملت لوقت الحرب الأهلية وعن جد يعني على يعني ما في حدا مش حافظ هيدي الغنية نوي ما في حدا المرجع جرب يغنيها ما في حدا المرجع عمل لها كوفر بدك تعتبره من الفنانين الكبار رجعوا غنوها مثل ما كنا عم نحكي عن زكي نصيف هو غير انه كتب لأهم الأرتست وعمل لأهم أرتست أغاني ولحنون في عندي كمان أغاني تبعه بعضهم لهلأ مثل ناس بدهم يصير مش بدهم يصيروا مثله يعني أنت عندك آيدل بيكون بالموسيقى أنت you have to look up to someone تطلع أنه أنا طموحي يصير مثل هالشخص في عندي كيف فنانين طموحهم يصيروا يعني بس أشخاص بيتكرروا يعني كتير قليل تقدر تشوف أكيد بهالعمق إذا بدك أو بهال ايميل للفنان صح وفي عندك يعني مثل وديع الصوفي زكي نصيف كنا يعني شفناه عملنا كمان ترمي كمان عن وديع الصوفي بتلاحظي انه قد ايه في عندك هول ارتست عن جد عم بيروحوا بتزعلي على هالمستوى اللي كنا عنا اياه شو بدك نسمع بعد بدنا هو كمان كثير غنى كتب ولحن ل فيروز نسمع غنيه صباح نسمع غنيه لحن لفيروز يلا هواك بلا أمل أهواك 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 بلا أمل وعيونك وعيونك تبسم لي كمان هم الاغاني اللي بتسمعيهم و ما في حدا ما بيسمعهم كثير حلوه هالغنيه عن جد من الاغاني اللي طبعت كثير وهيك بتعطيك شعور كثير حلو حلوه بعدنا عم نسمعهم يعني مثل ما قلتي عم نحكي نحن عن ارتست عن غنيه هو كتبها هو عملها و مثل ما قلتي اخر شيء 10 مارتش او 11 مارتش 2004 توفى زكي نصيف اكيد بعد الذكرى تبعه معنا الاغاني تبعه يعني مثل ما بيقولوا حتى حاله ارتست بدنا نحكي عنه في عندك دائما الذكرى تبع الموسيقى هي ليفز اون ثرو ذا ميوزك تبعه هالحلقه اليوم بيحكوا عنه اكيد بخلدوه اكثر واكثر صح ويا ريت معنا وقت بعد نسمع اغاني اكثر له مع فنانين كبار يعني كمان مثل ست صباح وغيرهم نحن بنشكرك يعني باختصار كثير مفيد رح نرجع نشوفك بعد شوي مع جيل توب ليه لا روق عليه روق على بعض شايفيه وراك فاهم يوم اوكي معلش قطع قطع ايه انت اكيد بدك تقطعي له اياها ما عمل لك ترويقتك وعصر لك اورانج نحن يا عمي اختمها فقره واحده بس بسلام بيز بعدين عدنا هلا كمان يوم قاعد عم يحكي عم بيقول له ان الناس روقناهم وما روقناهم وين هي الترويقه ما اكلنا شيء معلمين يوغا بلبنان رح يكونوا هلا معنا بشخص كارلا كارزي رئيسه نقابه معلمي اليوغا بلبنان بعد الاعلان فما تروحوا لبعيد لكل محبي اليوغا لازم يعرفوا انه هيدا اليوغا يمكن بايادي امينه خاصه بس وصلت على لبنان رح نحكي مع عن نقابه معلمي اليوغا بلبنان اللي هو شيء غريب اول مره بنسمع عنه بس الحلو عم يحصل بلبنان لحتى يمكن قد ما فينا نحافظ على هالممارسه كارلا مكرزل رئيسه نقابه معلمي اليوغا بلبنان اهلا وسهلا فيك ميرسي اهلا وسهلا فيك يعني كثير حلو الموضوع وحلو وكثير مهم اليوم على الارض اليوم ويمكن بعرف انه كثار من الاشخاص بيعرفوا شو يعني يوغا بس في ناس بيعرفوا القصص المضبوطه فيه بس في اشياء ما بيعرفوها عن معنى اليوغا الحقيقي فيا ريت هيك تعطينا مثل خلاصه زغطوره اليوغا شو بيعني وشو اهميته للانسان اليوغا كلمه يوغا جايه من اللاتيني جوغ وهي جمع نعم. نجمع الفكر الجسد والروح يعني نكون موجودين من جوا
بحقيقة بتوافق بين الراس الدماغ والقلب الشعور يلي هو مكان الحس الحقيقي والجسد والجسد أكيد والجسد. اليوغا هي فلسفة نعم ما إلها علاقة بالسبور رح أقول الكلمة هيك بكل بساطة يعني هي مش رياضة جسدية الرياضة الهاتا يوغا الاسم الجسدي مبلا اسم نعم. من اليوغا لأنه اليوغا هي بنسميهم 8 أونغا نعم. أو 8 ليمبس لليوغا الأقسام تبعولها بتبلش بأتكس يلي هن الياما ونياما يومن أتكس بالنسبة للذات التعاطي مع الذات والتعاطي مع الآخرين إن كان من ناحية نظافة الفكر نظافة الساتيا الفيريتي الحقيقة من ناحية الوضوح مع الذات نعم. ومع الآخرين دونك هيدا أول قسم نرجع بعنا القسم البرانياما البريثينج بنرجع بعدين لقسم الأسنة اللي هو القسم الجسدي أو الفيزيك يعني التنفس عم نحكي ونرجع مروح على الجسد أكيد تنوصل للجسد دونك في نوع من الالتزام قبل بهاليوغا مراحل متعددة قبل ما نوصل على الشق الجسدي نعم. وما توصلنا على الشق الجسدي ما بنكتفي فيه لأنه في نوع من الدخول للذات الدخول للذات يعني نوع من الوعي مع احترام أنا ما فيني اليوم إجي أطلب من أشخاص يحترموا الآخرين وما أنهم قادرين يتعاملوا مع ذاتهم ويكون عندهم وعي مع ذاتهم ما فيني أطلب منهم شيء لبرا إذا هني ما أنهم قادرين يكونوا معه بوضوح مع نفسهم إذا هي أكثر فلسفة يعني مزبوط. نعم عم بتكفي يمكن الأقسام اللبس نرجع عنا نوع من الشغل على الكونسنتراسيون وعنا التركيز ونوصل بالآخر لنوع من الوضع التأملي نعم. مديتيشن اللي هو آخر قسم من بعد ما يكون قطعت بكل الأشياء اللي قبل ما فينا نجي نشقف هالجسم منقول لا هو بس رياضة أو هو بس قسم مديتيشن لا هو خليط تكامل جسم كامل ومفروض نبلش فيه ستيب باي ستيب حتى ياخد الإيدنتيتي الصحيحة تبعيته ومش نحن اللي منملكه هو فلسفة قديمة اجتنا من الهند وإذا وصلت لليوم هي لأنه عندها هالبعد الكامل ومتكامل ونحن بحاجة لإله هيدا بفتكر الإنسان اليوم بيكون ستريسي والإنسان اليوم نحن بنعرف قدي بحاجة لليوغا مش للإدوية لليوغا قبل لنوع من الوعي ونرجع حتى يقدر يلاقي السلام بداخل بس الحلو أنه مثل ما كنت عم تقولي أنه هي فلسفة جدا قديمة بترجع للعصور جدا قديمة وبعد يمكن لقوتها ولا هالقد صلابتها قدرت تكفي لهيدي المرحلة من الزمن مزبوط وكنت عم تقولي لي تحت الهواء انه صار في كمان بالهند وزير البرايم مينستر يلي هو لخمسة ديسيبلين بالهند نعم. بيناتهم الايورفيدا واليوغا دونك ما بقى فينا اليوم نقول ولا اليوغا بدنا نحطها تحت هالطابع او هالنطاق بنفس الوقت ما فينا نتعامل معها بنوع من جهل مزبوط نعم. مزبوط وبنفس الوقت في نوع من الادابتيشن بدها تصير لوضع معين اليوغا هي على الصعيد الانساني ما لها دخل وبتحترم مذهب كل واحد والايدنتيتي تبع كل انسان كيف ما كان وكيف مصطلحات ابدا اليوغا بيتعمق فيها مثل كانه بيبعد عن الدين which is not truly absolutely لأنه اليوغا بترتكز على البريثينج ونحن بنعرف قد التنفس له علاقة بالإيموشن صح بخلق توازن بالإيموشن سواء بيكون واحد معصب أو متضايق بيكون عنده short breath والدقيقة يلي بيطول البريثينج فات بحالة مختلفة تماما وبنفس الوقت عم نريح الجسد هون بيجوا الأسنة الشق الجسدي اللي هو أشخاص بيسموه شوي رياضة يلي هو الشق الجسدي الحركة بتفوت ضمن نطاق التنفس ولا تقيم الستريس من الجسم مش لشي تاني لتخليص هالجسد من الستريس ويرجع يلاقي هالفايبريشن اوف لايت يلي هو مخلوق منه يعطي ترجع انرجي او اذا بدك طاقة إيجابية يلي هو طاقة إيجابية صحيح. طيب فإذا الهدف من إطلاق نقابة المعلمين أو معلمي اليوغا أو يعني الهدف وأيمتى صار فيه نقابة
تأسست نقابة أساتذة اليوغا بلبنان يلي هي الـ SYTL، وفي يا ريت بيقطع على الإكران على الشاشة للكل، يلي هو الـ SYT الويب سايت تبع النقابة -lb.com. يلي بيبين شو الأشغال اللي عم بتصير على الأرض، نشاطاتنا كنقابة، شو هدف النقابة، وكيف فيهم يفوتوا أساتذة اليوغا كمان ينتسبوا، هني مدعوين. اليوغا بقول للكل هي جمع، هي تضامن، هي إيد وحدة. وفي عدة أنواع يوغا على الأرض، different kind of yoga، والنقابة هي مفتوحة للكل، مرحبة بالجميع، وهي بيت الكل، ما لنا محصورة لا بلينية معينة ولا بشي معين. بقى الكل مدعوين يفوتوا سوا نشتغل ونقدر نقدم هالمهنة ونعطيها اللي بتستحقه. صحيح. على الأرض سوري رولا، بس سألتيني أمتى تأسست النقابة. صحيح. تأسست بقرار من معالي وزير العمل الأستاذ سجعان أزي بموجب مرسوم 35 بتاريخ 26 كانون الثاني 2016، ونزلت بالجريدة الرسمية بنفس الوقت. نعم. بأربع شباط. دونك اليوم مثل أي نقابة على الأرض، نقابة اليوغا هي نقابة معترف فيها والدولة من الدولة، وعلينا ملزمين وعنا التزامات اليوم، وفي مسؤولية على الأرض. عم نشرع مهنة بطريقة صحيحة. صحيح. عم نحط لها كادر، وبالعكس اليوم النقابة هي اللي بتساعد الأساتذة اليوغا على الأرض. صحيح. النقابة هي اللي بتفتح لهم أبواب، ما بتسكر على حدا. عم نحكي كل أنواع اليوغا، كل أنواع اليوغا، يعني مرحب بكل أساتذة اليوغا. أكيد. طيب أكيد. المشاريع النقابة اللي عم بتس يعني بدها عم بتساعد هي المعلمين، مش عم توقف ضدهم. أكيد أكيد أكيد. بالعكس اليوم النقابة هي مثل عائلة، مثل بيت لإلهم. صحيح. الأشخاص ببلشوا بيتعلموا بالأول بالمدرسة، وبعدين بفوتوا على الجامعة، وبعدين بيصيروا دكاترة. دونك في طريق معينة بدأ مضطرين كلنا لحديت هاليوم بعدنا عم نتعلم، لأنه هي فلسفة. صح. وفلسفة واسعة جدا، وواحد كل يوم بتعلم شيء جديد، وما بنشبع يمكن أكيد من هيدا الموضوع. طب يلي بده ينتسب للنقابة في شروط معينة، في كمان يمكن شهادات ممكن يكون حاصل عليها هالاستاذ استاذ اليوغا، معينين في شهادات معينة؟ أكيد. أول شيء مفروض يكون عنده شهادة بكالوريا قسم تاني للتعليم. تانيا يعني بده يكون عنده شهادة بتعلم اليوغا، شهادة يوغا من مدرسة أو مؤسسة معترف فيها عالميا. نعم. وبده يكون كمان في عنده نوع من ال عدد من السيمينارات كمان. أكيد. يعني هو مرحب فيهم أكيد. اصلا اليوغا ما بنوقف التعليم فيها. طبعاً. لانه هي فيها نوع من الايفولوشن على الصعيد الشخصي. مفتوحة. على الصعيد الشخصي. أكيد. ما ممكن نوقف التعليم اليوغا. انا بتذكر النهار اللي خلصت تعليمي باليوغا. بدي اسالك كيف كنت قبل اليوغا وكيف كنت بعد اليوغا؟ ان واحد كثير يعني بيصير فيه ماتوريتي كثير كبيره عاليه خاصة مع اليوغا، وانسان بيختلف جدا. مش غلط واحد يقول يعني كثير حلو، بيصير عنده وعي. بيصير اللي بيختلف وعي. انه بيصير مع ذاته. ما تغير هو ذاته، بس في نوع الزيت اكثر، نوع من التكامل بين العقل والقلب، الاحساس اللي هو مصدر الحقيقه. لان وقت بنقول بس عقل يعني في الاي الايجو، الانسان هو يلي عم بيواجه أر في مطرح. بدنا نقول لا، في نوع من التسامح والقبول والكونتنتمنت. كنت عم تسأليني برات الهوى رولا عن شو مشاريع النقابة. نعم. كان عنا سيمينار بسبتمبر مع رئيسة أساتذة اليوغا من باريس. نعم. فرنش فيدريشن من باريس. حلو. السيدة إيزابيل موران لاربي. كان في معها كمان كونفرنسيير جيزيل سيغيي سوني اللي هي فيلوزوف بنفس الوقت بتشتغل بسنتر بتعلم فلسفة بسنتر كاثوليك أباري. وكان سيمينار اسمه contentment، يعني سنتوشة، نوع من القناعة. منشوف انه اليوغا بترجعنا للذات، للواقع، للحقيقة. كمان الواحد يكون عنده رضا ذاتي. absolutely. يعني دايما عم بيكون فيه هول على طول تنساعد
الأساتذة وغير الأساتذة مش بس راح دعوي لكل الأساتذة لكل الأشخاص ومفتوح للكل يمارسوا اليوغا أبسولوتلي نعم. اليوم دور النقابي إنه تقدر تضبط لأنه كمان في نوع من التجاوزات لأنه أو استخفاف بدي أقول أنا في محل صغيرة استخفاف لأنه أو إغنورنس إغنورنس إيه جهل شوي نوع من الجهل لأنه ما وصلن المعلومة بطريقة صحيحة بشهادة كتير صغيرة إنه صرت عم لاحظ إنه في كتير أساتذة يوغا ما بيستاهلوا يكونوا أساتذة ما يعني سوري نيجاتيف الخبرية بس إنه مش مين ما كان درس يوغا أخذ كم صف صار بيقدر يعلم يوغا كتير قليل المراكز اللي عن جد تقدري توثقي فيهم بس الحمد لله كتار يعني وفي كتير بلبنان مراكز تقدري توثقي فيهم نحن نتشكر حضورك ونتشكر هيدا النقابة اللي صارت موجودة بلبنان لحتى يمكن تضوي على أهمية هالممارسة يلي هي بتعني كل شخص إن كان صغير أو إن كان حتى كبير رجل أو امرأة بدي أتشكرك وأكيد رح نرجع نشوفكم نحن بنشاطات أخرى نعرف أكثر عن أعمالكم بس كنت كمان بدي بحب بس أذكر مين اللي أسسوا النقابي بموجز بضطر بدي سلم الهواء انا بعتذر بس مشكورين كلهم اكيد على هالعمل الحلو ونرجع بنشوفكم ان شاء الله ثانك يو ثانك يو ميرسي لكم ثانك يو وبنكفي على الصباح ثانك يو يعني دائما في عنا هيدي اذا بدكم الوقفه السنويه يلي بننطرها كلياتنا وموعد مع ماراثون بيروت واكيد مع رئيس جمعيه ماراثون بيروت مي خليل بواحد اثنين ثلاثه ما فينا الا ما نحكي معه ونعرف التفاصيل كامله عن هالماراثون خليكم معنا بونجور بونجور سافا تمام انت ماشي الحال يعني كثير مبسوطين رولا مثل العاده انا وياك بس تكون ست ماي ضيفتنا عن جد بنكون كثير مبسوطين بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين واكيد لك نحن كثير مبسوطين انك معنا وانا مبسوطه اكثر كمان يعني شو احلى من هيك صباح كمان اني اكون موجوده معكم ثانك يو على قد جمعة بتفصلنا عن 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 الحدث السنوي الكبير يلي بننطره كلياتنا كل لبنان صار بينطر هالسباق سباق بلوم بيروت ماراثون هالسنة بعد الحدث أكبر وأكبر العدد ده كمان أكتر عم بيكون صح. وهالسنة الشعار بنركض لبعيد صح بدي تخبرين تفاصيل أكتر كيف التحضيرات ليه بنركض لبعيد العدد قد صار تقريبا كل التفاصيل حتخبرينا إياها أكيد بنركض لبعيد أولا نحن كل حياتنا ركض بركض صح بس بالنهاية كل سنة بنختار شعار يلي بيكون بيتناسب كمان مع جو البلد يعني بالماضي ركضنا كرمالك يا لبنان بنركض متحدين وهلا يعني خليني أقول بهالفترة اللي بقول يمكن أجمل فترة عم نعيشها اللي هو أكيد هل الفوز يلي كان للبنان يعني بوجود رئيس جمهورية وبوجود كمان رئيس حكومي يعني شو أجمل من هيك استقرار نحن نكون عم نعيش بعد شوي بدنا نفوت باحتفالات عيد الاستقلال وكمان هالشي رح يتوج بسباق رياضي كمان كتير كتير مهم فنحن بنركض لبعيد لأنه عم نطالب كعدائين إنه المساحات الخضراء كمان عم تختفي والعداء هو عم بيركض بيحتاج للأكسجين يلي بيجي من الخضار فإذا نركض لبعيد لأولادنا للمدى البعيد ومن خلال هالركضة نحن في برامج توعية عم بتكون في سفراء يلي هن الأيدلز يلي عم بيكونوا موجودين معنا الجمعيات يلي بتعنى بالبيئة وهون بحية كمان يعني كل هالجمعيات اللي فاتت معنا جديد على هالسباق لأنه نحن كجمعية بيروت ماراثون يعني نشاطنا هو تنظيم سباقات رياضية ولكن نحن ما فينا بين ليلة وليلة نقوم نبلش نحكي عن البيئة فإذا المنصة يعني من خلال هالسباق أصبحت للجمعيات إنها تحكي عن البيئة ككل يعني
جمعية بيروت ماراثون أطلقت من خلال هالبروغرام أولاً راح يكون زيرو ويست، وهو يمكن الماراثون الوحيد بالعالم راح بيكون زيرو ويست، وهيدا كمان بيرجع الشكر للمتطوعين يلي يعني راح يكونوا زيرو ويست. يعني أولاً من الأيدلز اللي دخلوا على البروغرام زياد شاكر أبي شاكر راح ينزل معدات على الخط النهائي، وبخلال السبق راح بيكون يبلش ينعمل ريسايكلينج لكل أناني البلاستيك، ونحن بيكون في ألفات وألفات من الأناني، فبتتجمع من المتطوعين on the spot يعني على الأرض وبينعمل ريسايكلينج. الشغلة الثانية إنه نحن أطلقنا بروجكت اسمه ريران، يعني في كتير items that can be recycled، فوجهنا النوع من ما بدي سميها competition بس المشاركة إنه ينعمل sculptures مجسمات على كلمة الرن، ورح نشوف بهاليومين على طرقات بيروت مجسمات رائعة يعني انعملت من تلاميذ مدارس جامعات وإفراديين يعني وفي إبداع يعني نحن من على ليفل كثير كبير، يعني انه نحن كمان يعني عم نطلق هالشيء وبنفس الوقت في معه برنامج توعيه، فاللي راح نشوفه انه في اشياء كثير اللي نحن بنشوفها يمكن من موضوع النفايات بس لا فينا نخلق منها كمان ارت بروجكتس، فهيدي راح بتكون موجوده معنا. العدد هالسنه بعد يعني كمان عم بفوق عدد السنه الماضيه، صار في عندك تقريبا فكره؟ صارت طبعا، يعني نحن الاسماء كلها عم بتفوت على الداتا. دائما كل سنه بنقول انه نحن نقفل التسجيل بوقت معين، ولكن بالنهايه بضل يوصل التسجيل لاخر تكي. هلا اللي فات عندنا بالسيستم في 45,000 اسم عداء وعداءة، وأنا هون يعني هلأ بيصير في ضغوطات على جمعية بيروت ماراثون إنه بليز نحن في عنا اسمين أو عنا 10 أسماء، أو من كم يوم سمعت إنه في عنا 250 اسم، هو لقلنا بيعملولنا كتير ضغط، أولا لأنه الأسماء تنزل بالداتا، اثنين يعني نحن منكون هيدا it's a race يعني إنه هيدا حدث رياضي، فكل مشترك بده يطلع له التي شيرت والميدالية اللي هي كاستمايزد يعني بتكون لإله، بيطلع له حقيبة العداء اللي بتوصل بتكون على الفينش لاين، الأمور اللوجستية اللي بتكون معمولة، فإذا فاقت هالأعداد كمان لإلنا كمنظمين تعمل إرباك. بس السنة اللي بدي أقوله إنه أصبحت الناس يمكن أقرب وأقرب لفكرة كمان إنه هالركض او هالنشاط اللي عم تعمله جمعيه بيروت ماراثون انه عم بكون عنده ابعاد كثير بعيده، يعني نحن عم نركض كرياضه بس بنفس الوقت هناك عنوان كثير مهم انه عم نركض لجمعيات، وهيدا السنه انا بدي اقول اصبح في وعي كامل من خلال العدائين والجمعيات، في 159 جمعية ماضي معنا معاهدة تفاهم، يعني أصبحت الجمعية إن كانت خيرية أو إنسانية أو بيئية أو مدنية، يعني هالجمعيات اللي مسجلة part of the whole campaign، وبالنهاية صاروا عم بيشوفوا كمان إنه عم يستفيدوا بشكل مردود إيجابي، يعني من رسوم التسجيل بيرجع percentage مباشرة للجمعية، فإذا العداء نحن عم نقول له ما تنزل تركض هيك بدون ما تكون عم تركض تحت اسم جمعية، نزل تحت اسم جمعية، لأنه نحن هدف جمعية بيروت ماراثون أن تكون أكبر منصة لتجميع الأموال لمساعدة الجمعيات الخيرية، وهذا اللي عم بيصير، فالتفاعل اللي صار السنة ما شفناه من قبل، فهناك يعني مدخول مباشر من رسوم التسجيل، العداء نفسه بيرجع بيعمل هو كمان كامبين وبيجمع مصاري وبيعطيها مباشرة للجمعية، وبيزوروا كمان مدارس ومؤسسات هالجمعيات، فإتس وين وين أبروتش، يعني الريكروتمنت بيصير من الجهتين. ست ماي خلينا نشوف برومو للسباق وبعدين ما نرجع نحكي عن ضيف الشرف يلي حيكون كمان السنه معنا، وايضا مسار السباق كمان رجع تغير، برومو بنرجع بنكفي حديثنا. الوقت عم يركض وكل شيء حولنا عم يركض معه، الشجر والبيوت، البحر وبيروت، بيروت الحياه والحياه محبه سلام وركض،
امبارح صار ورانا خلينا نسبقه، بكره عم يركض قدامنا خلينا نلحقه. لولادي على المدى الطويل رح اركض، لشم هوا نظيف رح اركض، للصوبرا والجميزي والزيتوني وكرم الزيتون، عين الرماني وعين التيني، اقليم الخروب ورويسه البلوط والارز والريحان، ولكل شجره بلبنان لبعيد رح اركض، واذا بتسالني نازل رح قلك ركض. شاركوا معنا بسباق بلوم بنك بيروت ماراثون يوم الأحد 13 تشرين الثاني 2016. إذا يعني دايما كمان البروموشن بتكون بعد أحلى وأحلى، كمان بتحفز أكثر العالم لينزلوا. في عالم ما تنزل تركض وتشارك بالماراثون يعني السبق، بده يصير في عندنا كذا سباقات كمان. صح. في عندنا ال 7K، عندنا ال 1K، عندنا ال 21K اللي هو الأول سنة جديد. كمان أدخلناه. بس للبروموشن بتسألي لي عدينا أسماء مناطق لبنانية. صح. بس نحن المناطق اللبنانية اللي عديناها كمان بتحمل أسماء شجر، وهيدا بتصور يعني كان الرابط ما بين الحملة البيئية خلينا نقول بشكل غير مباشر، وعم نقول نحن بدنا نركض لكل شجرة بلبنان. عنا ضيف شرف كتير كتير مهم السنة اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لورد سيباستيان كو. أهمية وجوده بلبنان كتير مهم، انه لبنان جمعية بيروت ماراثون وسباقنا بلوم بانك بيروت ماراثون نوضع على الخارطة العالمية لا شك، ومن سنوات يعني. بس حتى يختار الرئيس الدولي ليجي على لبنان يعني حكي بكلمته بالبرس ريليس اللي بعته، انه السبب هو صحيح انه جمعية بيروت ماراثون تحمل التصنيف الفضي، ولكن الاهم هناك ثقافة غير عادية أصبحت موجودة، خلقت موجودة أبدا من وهي الركض للسلام يعني. وأصبحت يعني جمعية بيروت ماراثون مرجعية لماراثونات كتير بالعالم، إنه فعلا السلام الداخلي يلي بيكون داخل العداء هو اللي بالنهاية بيترجم على السلام الدولي. سؤال هو يعني هلا التحفيز يلي أعطيتوه للناس هو أو نجاح يمكن الماراثون لأنه كان عم ينعطى هدف، لأنه كتير فكيت هالقد موجودة الهدف سره يعني سره هو الهدف، لأنه نحن يعني أنا بتذكر بال 2003 أنه لما أطلقنا أول سباق يعني أنه اللبناني ما كان بعده قريب من فكرة الركض يعني أنه لتقليله نزال فيق بكير تعم من أقصى الشمال وأقصى الجنوب لتكون على ستارت لاين. أصبح لما عم يشعر بداخله هناك هدف عم يركض لأجله، واللبناني بحييه لأنه ما في أهم منه لما بيلتزم بقضية بحب يفرجي العالم لونه هويته حبه للسلام. وهيدا اللي كمان يعني يعني هناك صحافة دولية كتير كبيرة رح بتكون موجودة معنا. عدد الأجانب اللي جايين من برا 2500 منه رقم سهل. أوه. هناك 100 جنسية عربية وأجنبية مشاركة، يعني ابتداء من بكرة التنين التلاتة خلاص يعني ببلشوا يوصلوا. لولا خلينا نضوي على شغلة كتير مهمة، أنه سباق يعني الماراثون بيصير ببيروت هو من الأكبر وهو الأهم بكل الشرق الأوسط، بكل البلدان يعني بلدان العربية بالشرق الأوسط. ماراثون يلي بيصير عنا بلبنان هو الأهم، ما بيصير فيه بهالأهمية وبهالكبر وبهالطريقة البروفيشنال. إذا بدك عنا تصنيف الفضي يلي هو 23 من أصل 1500 ماراثون بالعالم يعني. نحنا بلبنان وقلنا الفخر عن جد أنه يكون عنا مثل هيك سبق اسمنا عم يرفرف على القليلة بطريقة حلوة. أنا أفتخر بهوية اللبنانية، نحن اللبنانيين يعني كما ذكرت شعب بحب السلام، والكل لما عم يركض عم يركض تحت نفسية كتير كتير حلوة. وهالأجواء الحلوة اللي منعيشها يعني طبعا اللي هي بالسبعة كيلومتر، بس اللي بدي أقوله هناك سباقات يعني احترافية اللي هي الماراثون، وفي كمان اللي هو 42.195 كيلومتر والسباقات الأخرى. وأنا بدي أقول كمان السنة أدخلنا الأبيليتي بروجرام يلي كمان نوجه يعني جمعية بيروت ماراثون و 6 من مجلس الأمناء قدرت إنها توفر 11
كرسي احترافية لذوي الاحتياجات الخاصة. والسنة عنا أعداد كتير كبيرة يعني اللي رح بيكونوا من ضمن الابيليتي بروجرام يلي ما شفناها كمان بسباقات أخرى. في بروجرام اللي اسمه دونيت يور رانينج شوز، يعني نحن من خلال هالبروجرامز اللي أوجدناها قدرنا السنة نجمع 5000 حذاء للركض مستعملين، بس رجعنا نحن أخذناهم عملنا لهم ريسايكلينج وعم نوزعهم كمان للأشخاص اللي حابين يركضوا ما عندهم الإمكانيات. وبترجع جمعية بيروت ماراثون كمان بتدخلهم وبيعيشوا هالتجربة، يعني هناك ما يفوق 10,000 عداء وعداءة بيكونوا بيدخلوا اللي بيكونوا دون مقابل يعني فري اوف تشارج، بيكونوا كمان يعني بيدخلوا على حساب جمعية بيروت ماراثون وبيكونوا من ضمن الاحتفال الرياضي اللي كثير مهم اللي نحن عم نسعى له، انه من خلال البروجرام اللي هو بيروت 542 يلي بوجه تحية للكوتشز اللي صلن 4 أشهر عم بيمرنوا، للعدائين يلي ما عاملين ماراثون كل حياتهم التزموا بهذا البروجرام. ونحن رح يكون ان شاء الله بال 2020 عنا بحدود ال 5000 عداء وعداء عم يركضوا الماراثون اللي هو 42 عدائين نخبة 42.195 ما ضروري يكون نخبة بس يعني نحن هون بلبنان بنقول ماراثون ل 5 كيلومتر ل 10 كيلومتر نو الماراثون هو 42.195 مسافة. هلا ما زلنا عم نحكي عن المسافة، المسار هالسنة تغير رجع، نحن الانطلاقة رح بتكون من الوجهة البحرية والوصول رح يكون إلى ساحة الشهداء. بضيف شغلي من ضمن البروجرامز، يعني مع أنه في عنا كتير تفاصيل حلوة نحكي فيها، بس السنة أدخلنا بالتعاون مع كارديف يونيفرسيتي بلندن وجامعة الام يو بي اس بروجرام اللي اسمه ماسترز بروجرام، اللي نحن كجمعية بيروت ماراثون عم تشتغل على تهيئة الماسترز بروجرام الاحتراف بالتعليم، يعني حتى كمان يصير في عنا ناس تتخرج، لانه هون في افاده يعني مثل اي مهنه انه كمان من خلال السبورتس يكون في عنا احترافيين كمان. يعني عن جد ما بعرف شو بدنا نقول، بعد في عندنا كثير رح نضيف شغله بعد لو سمحتوا. نحن صار وقتنا على الاخر بس تفضلي. عندنا شغلتين السنه لاول مره بنعملهم اللي هو البلو لاين، رح بيكون سيرماني نهار الجمعه على الواجهه البحريه، رح بيكون في شخصيات رح بتكون موجوده، كل واحد منا رح يمسك فرشيه الدهان ورح نرسم بلو لاين. ليه؟ لانه هيدا البلو لاين هلا صرنا بنشوفه على شوارع بيروت، شو قصته؟ انه العدائين حتى بيلحقوا البلو لاين وهيك بيعرفوا وين المسافة اللي عم يردوها. الاخر بروجرام عنا اياه هو نهار السبت رح بيكون في الفلاك سيرماني، طلبنا من العدائين الاجانب واللبنانيين والاشخاص انها تكون على المشاركة تكون على الواجهة البحرية، رح نحمل الاعلام المختلفة مع أجواءنا ومع الدبكة ومع الموسيقى. نحن وهيدي شوي اللبنانية رح يكون كل الأجواء الاحتفالية رح نبلش نعيشها. شو حلوة هالفايبز بهالبلد، يعني عن جد كل هالفترة. لا بعد لو في وقت بعد أنا أكيد رح تقولي لنا بعد أكثر وقد عم تطلعي، بس رح ننطر عليكي لتجيبي لنا البيبي والسنة الجاية ونرقد معهم. أكيد بدنا نتشكر، أهم شيء بدنا نقول للعالم إنه يطولوا بالهم كثير علينا نهار الأحد الجاي، ما عليك ترقد حد تسكر لفترة شوي بالصبح. تسكر شيء حلو بالنهاية. اكزاكتلي 100%، يعني بتتسكر ترقد حترجع تفتح. نهار واحد بهالسنة كلها أكيد بيستحق إنه ما عليه لو شوي نطرنا وطولنا بالنا. والعدائين اللي بتركض كل السنة احتراما لإلهم أكيد لازم تتسكر ترقد. شكرا لكم. أكيد دايما بنشوفك الأحد. توقف مع بريك ومن بعدها بنكفي على الصباح. كافي معكم عالم الصباح، بننتقل على المطبخ مع الشيف عبد الله ورشد بلح. طبعا الخير عن جديد، وصلنا لتاني وقفه لفقره رشه ملح. شو صرنا عاملين؟ معصب حاسك؟ ليه معصب؟ طيب شو صرنا عاملين عندي هون؟ حطينا الطحين مع البيكنج باودر مع الفانيلا مع برش الليمون، بتاني ميله عندي قلنا اللبن مع عصير الليمون، حنجي نضيف اللبن مع عصير الليمون بالمكنة اللي عندنا. مثل ما قلت دائما نخلط المزيج السائل
ونخلط مزيج الناشف لحال، يعني حاجة ضيف عليهم السكر، أكيد المقادير حيبرموا قدامنا على الشاشة يرجعوا، وعندي من الكريمة بيض. هلا دوروا، صرنا حاطين حليب، كريمة، عصير الليمون، السكر. حنيجي نضيف البيض على الخليط اللي عنا، وهيك بنكون عملنا أول بارت من الوصفة اللي عنا. وهي آخر وحدة، شيل هالغراض من قدامنا. لكن عم نعمل كب كيك الأورنج، حطينا البيض، حطينا كريمة، حطينا من اللبن، حطينا معهم إذا بدكم من عصير الليمون مع السكر، عم نضربهم على المكنة. عندي هون لكن الطحين مع الفانيلا مع البيكنج باودر مع برش الليمون. هلا حاجي اضيف شوية تلوينة للخليط اللي عندي، وبننتقل لتاني ميلة. تاني ميلة حتلاقوا عندي من الزبدة بحرارة الغرفة، حاجي اضيف لها من السكر البودرة. اكيد انا لازم نضربها على المكنة، بس نحن لانه المكنة عنا بقلبها خليط الكيك، حاجي اخلط هالسكر بهالطريقة مع الزبدة. مثل ما قلت الزبدة ما بدنا تكون سائلة، بدنا تكون بحرارة الغرفة نقدر نشتغل معها. منشوف انه السكر او الزبدة اللي عنا بلشت تمتص هالسكر. شو عم بعمل انا هون؟ عم بعمل الكريم باتر اللي هي الزبدة مع السكر لنرجع نزين فيها الكب كيك. لكن التوبينج الزبدة مع السكر هاخذ له كمان بعد عندي شوية من التلوينة ضيفها عليهم. خليط عندي السائل خليه السكر يدوب، وعندي الطحين بعد بدي اضيف عليهم الزبدة. هيك بنكون عملنا الكب كيك، وبنشوف كيف حيكون مخبوز وكيف بدنا نزينه وكيف بدنا نقدمه. وهلا كلنا بنرجع، لا ما في دواء ما في دواء، وبنرجع كلنا لعند رولا ولعند يوفا، وبشوفكم بعد شوي. انا عم بتحرقصهم يعني انه ما فيهم يذوقوا؟ لا مصطفى عم بيقول لي انه ومندوق ومندوق. ايه هي منيحه ومندوق. اوكي اوكي. طيب لكن بنرجع لعندك كلنا مندوق بعدين بنهايه الحلقه. رح كفي معكم اكيد، وهلا جاي ضيفنا من طرابلس من اهل البيت ما نهتم فيه. كريم مترجي، اهلا وسهلا فيك. حضرتك انت فنان؟ في اطلقوا عليك هذا اللقب؟ هلا اجمالا فيك تقولي ايه، لانه انا اصلا عم بدرس اخراج واعلام، فانه بمجال الفن يعني. بمجال الفن يعني الفن ككل. عنا حفل موسيقي بالشمال تحت عنوان شرقيات. فاذا انت معنا رح تحكي عن هالحفل اللي رح يقام بمركز صفدي الثقافه يوم الجمعه 11 تشرين الثاني الساعه 7. الساعه 7، واهم شيء الدخول مجاني. مجاني. طيب قبل يعني الحفل الموسيقي حكينا انه هو تحت عنوان شرقيات، ليه نقيت الموسيقى الشرقيه؟ وبتعرف قبل ما نقول ليش نقيت، بس كيف صارت؟ شو الخبريه؟ انت راديو تي في مظبوط، وبصوتك حلو. ايه وكيف لحتى فتت وعم تفكر تعمل؟ لانه هلا انا وياه تحت الهواء عم بيقول لي عم بعمل كل الحفله دقائق زاد انا لوحدي، فكيف؟ هلا هي بتبلش انه انا في مع كوريل بلماند. نعم. بقياده جينا مطرزو. هي بتقود كوريل الشرقي للبلماند. اوكي. كل سنه بنعمل تريبيوت او تريبيوت لحدا يعني، تحيه لفنان معين. مثلا هذيك السنه كان الي شويري او اتلياس الرحباني، زكي نصيف، هيك. فانا انه بشارك معهم دائما بهيدول الحفلات، ودائما على بالي اعمل شيء لطرابلس، بس على بالي اعمله بشيء انا بحبه، وانا بحب غني. فانه قررت قلت بركي بعمل حفله شرقيه، سميتها شرقيات هلا لانه الثيم تبع هو شرقي، يعني اغاني طربيه وقديمه. العالم بتحب هيدا الشيء، خصوصي العالم يعني اللي بعمر كبير،
بيحبوا هيدا النوع من الاغاني. عمر كبير انت قلتها يعني، بس ما بتحس انه كمان بعمرك في اشخاص بتحب؟ في اشخاص هيك، بس دائما بتلاقي انه كثير قليل هدول الاشخاص، دائما بتلاقيهم عم يسمعوا شيء انجلش او يعني انه او عربي غير بس مش شرقي. ايه بيفكروا مش بشيء مثلا مثل ام كلثوم لنفترض. نعم عرفتي كيف؟ أوكي. فانه دائما بالكورال محل ما بتغني بالجامعه البرلمان بوجه لها تحيه كمان كانت جامعتي، بتغنوا اكيد كمان قصص طربيه، اغاني طربيه تماما، وكمان في من عمرك يعني اكيد كورال للبلمنت يعني كل الاشخاص اللي بيحبوا هيدا النوع من الاغاني منضمين للكورال. منضمين للكورال. طيب يمكن لانه ما في كثير محلات تقدروا تعبروا او تقدروا يمكن تلاقوا حالكم بالموسيقى غير كمان بهالكورال. طيب فاذا قلنا شرقيات، الحفل الموسيقي رح يضم شو؟ الحفل الموسيقي هو عباره عن عن 10 اغاني. هدول الاغاني هن شرقيه. نعم. كلياتهم يعني اشياء ستيل لورده لعبد الوهاب هيك، هيدا يعني الستيل اللي بيحبوه العالم، ومنقى اغاني فرحه خلي العالم تنبسط شوي وتغير جو. هذا شخص اذا بدك كمان بوزيتيف باين ابتسامته دغري من اول ما فات عم يضحك. فاذا منقى الاغاني اللي هيك فيها حركه وشو اسمه كلها حياة. تماما. لوردة لمين كمان؟ في لوردة، في لعبد الوهاب، في يعني في فنانين مختلفين. هلا خليهم سربرايز لبعدين حرقس العالم شوي. قد ايش صار لك بتغني؟ هلا انا بغني من انا صغير صراحة. اوكي. يعني درستها مضبوط؟ تعلمتها؟ يعني مش بكونسرفاتوار، تعلمت شوي فترة معينة عند حدا ورجعت انه وقفت. هلا حاليا بالكونسرفاتوار عم بتعلم ايقاع. ايقاع حلو مش غلط. طيب لكن قال لي رح تكون الحفلة عبارة عن كم غنية؟ رح 10 اغاني. 10 اغاني. وقد ايه من اي وقت لاي وقت؟ من الساعة 7 تقريبا للساعة 8. اوكي. طيب رح كيف قلت لي كل شيء انت عم تعمله وحدك؟ كيف لحتى لقيت المكان قلنا بالمركز الصفدي الثقافي، وكيف لحتى قدرت كمان؟ حبيت نقي مطرح يكون معروف، يعني لما تفكر العالم انه هي شخص مثلي بعمري عامل هيك شيء مش ياخذوه انه شيء عادي، شيء كثير عادي. إيه لا، بمركز الصفدي هو معروف انه قاطع عليه فنانين كثير مثل عبير نعمه، مارسيل خليفه، شلبي الروحانة. فانا قلت انه ليش ما كمان بجرب حظي وبعملها، صرحت ونسقت معهم. بتحس حالك انت مثل مارسيل خليفه؟ مش بالليفل تبعهم اكيد، بس انه يعني بيشرفنا. طب تعال سمعنا غنيه فيها؟ ايه ليش لا؟ ايه يلا نسمع صوتك كمان. يلا. شو عبالك؟ يا ناس حبوا الناس. يلا. يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب، الحب فرح الناس، يا ويلو اللي ما بيحب. خلقنا سوا، ربينا سوا، عدروب ومشاوير، نهب الهوى نبقى سوا، وما بترحل عصافير. يا مواسم الالفة عبيوتنا تلفي، يا مواسم الالفة عبلادنا تلفي، تغني غناني الحب تكل الناس تحب، الحب فرح الناس، يا ويلو اللي ما بيحب. الله حلو كتير. تحية لإلي شويري والله يطول بعمره. نحن بسطنا فيك كتير. نحن كمان. برأيك بهيدا الجيل يعني كمان بعد في ناس بتقدر ترجع تحب هيدا النوع من هيدا النوع من الفن والشرقيات، يعني انت شو بتقول لجيلك؟ هلا يعني حلو كثير انه نحافظ على تراثنا، ومثل ما يعني اخر خبر عرفنا انه توفى ملحم بركات، فانه مثل عم نلاحظ انه عم الكبار يعني عم بيروحوا، فانه يا ريت فينا نحافظ على هيدا النوع من الاغاني والفن، تراث هيدا. صحيح. على كل حال اذا في حال انت موجود وفي ناس كمان مثلك بتحب، يعني اكيد بعد في خير
وفي امل انه يبقوا ونحافظ عليهم. شكرا لحضورك، بنقول لك ميرسي لكم. نرجع بنذكر انه نهار الجمعه هيدا الجمعه الجاي بمركز الصفدي الثقافي بطرابلس الساعه 7. الدعوه مجانيه. شكرا لك. بس كنت عم تقلي الفرقه مين بتكون؟ الفرقه بقياده المايسترو محمد النحاس. نعم. هي عباره عن 6 اشخاص الفرقه. ايقاع وفيولون وقانون، يعني دربكه ورق وكاتم، والرق مع الكاتم. في لنا قانون وفيولون وناي واورج. اوكي، جود لك. ثانك يو، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. توقف على بريك، من بعدها بنكفي عالم الصباح. بنكفي معكم عالم الصباح، بننتقل مع الشيف عبد الله هلا بعد شوي، ولكن قبل بنعمل جوله بالسينما سريعه. ضمن افلام هالاسبوع فيلم الجريمه امريكان باستورال، احداث الفيلم بتصير سنه 68 عن رجل بيشتغل كتير وفجاه بيشهد انه حياته الشبه مثاليه عم تنهار بسبب انخراط بنته مع مجموعات سياسية متطرفة. بأول تجربة إخراجية لأوين ماكغريغور وبطولته مع جينيفر كونيلي وداكوتا فانينغ. Doctor Strange, you think you know how the world works. وفيلم الخيال دكتور سترينج بنسخة 3D. من بعد ما يتعرض جراح الأعصاب دكتور سترينج لحادث سيارة بيخسره شغله، بيبدأ رحلة الشفاء وقت اللي بيتعرف على The Ancient One اللي بيصير المعلم تبعه بالميستيك أرتس، مع بنديكت كومبرباتش، تشوتل أليوفور وريتشل ماك أدمز. Through the mystic arts we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. My name is Branch and I'm a troll. وفيلم الانيميشن الموسيقي Trolls بنسخه 3D وبنسختين انجليزيه وفرنسيه، عن اميره من الترولز وصديقه ترول اللي بضل غير سعيد واللي عم بيحاولوا فيه انقاذ اصحابهم من الاكل من قبل اعدائهم، باصوات انا كندريك، زوي دوشانيل وجاستن تيمبرليك، والموسيقى الرائعه اللي عمل البعض منا جاستن تيمبرليك. We just got attacked by a Bergen. A Bergen? It took everybody. Dad! What's your plan? To rescue everyone and make it home safely. فإذا شفنا الأفلام وبنرجع كمان بعد شوي ونشوف بالسينما، رح نرجع نحضر كمان 3 أفلام بالسينما، بنرجع بنعيدهم بما إنه هيك. لا عم نمزح، خلص حنروح أحسن ما ينهار رشة ملح. خدي مني مصاري وروحي احضري فيلم، هلا روحي على السينما وانا بكمل الوصفات لحالي. ما عتلهم، نايمة اكلي شربة بالسينما، ما تعتلهم. طيب وصلنا لختام عالمنا الصباحي اللي عم يحضرنا هلا. شو صرنا عاملين؟ عملنا الكب كيك، خبزتهم انا الصبح، عملنا بتاني وقفة اذا بدكم السكر مع الزبدة وهلا حنحكي عنهم، وهلا عم نجهز خليط الكب كيك. حتيجوا تلاقوا عندي بقلب المكنة عندي هالسائل الاصفر اللي هو مثل ما قلت لكم انا دائما بالكيك بنقسم الفرق بالنص، بنقسم الويت ميكس مع الدراي ميكس لحال، يعني عندي من الزبده هلا بدي اضيفها هون، هنضيف الزبده صرنا حاطين بالمكنه زبده، حاطين من الكريمه من اللبن من السكر من البيض ومن عصير الليمون. عندي هالمكونات كلها. هلا الميكس الثاني اللي عندي هون اللي عم ضيفهم هو الطحين، برش اذا بدكم الليمون، الفانيلا، البيكنج باودر حتى يندمجوا مع الخليط اللي عندي.
الخليط يصير على المكنه جاهز هنجي نحكي شوي عن كريمه الزبده اللي عملناها. كريمه الزبده حطيت تلوينه اذا بدكم صفرة فيكم تلونوا باللي بدكم اياه، وحطيت من الزبده بحراره الغرفه مع سكر البودره. دائما لما نحط مثلا حطينا 200 جرام من الزبده، لما نحط 200 جرام من الزبده بنحط ضرب 3 سكر بودره يعني 600 جرام، واذا بدكم فيكم تضربون نحن مش هواي هون. اوكي، بعد ما دمجنا عنا الطحين مع الزبده اللي حطيناهم اخر شيء، حطينا اول شيء البيض مع عصير الليمون، اللبن، الكريمه، السكر، خلطناهم مع بعض، ضفنا لهم الطحين مع الفانيلا، البيكنج باودر والبرش الليمون. لكن هيك بنكون عملنا الويت ميكس لحال والدراي ميكس لحال. وهي الخليط عندي صار جاهز. هنجي نفضي الخليط اللي عنا بقلب الجات. دايما لما تشتغلوا بالمكنة حركوا الطراف لانه بيكون معلق عليها السكر والزبدة. فيكم تستعملوا الفانيلا السائلة، انا اليوم استعملنا الفانيلا البودر او اذا بدكم سكر الفانيلا، وفيكم تستعملوا الفانيلا البودز اللي هن الفانيلا الفريش. هاي خلطة الكب كيك عندي صارت جاهزة. هلا بنرجع نسكبها انا وانتو. نرجع الكب كيك اللي خبزناه، شو برجع بقول شو عملت بالسكر. في عالم بيحطوا سكر بودرة على الحلم مع شوي من عصير الحامض ليصيروا عندهم فروستينج، يصيروا يتشققوا يعني، اوكي، وبيغطوا فيها الكيك او الجاتو او الكب كيك اللي عندهم. انا اليوم حطيت 200 جرام من الزبده مثل ما قلت بحراره الغرفه مقطعه مكعبات، ضفت فوقها 600 جرام يعني ضرب 3 دائما قد ما بنحط زبده بنحط سكر بودره، وضفت عليها اذا بدكم شوي من المي، فيكم ضيفوا من عصير الحامض لتعطوها طعم الاسيد شوي هيك الحموضه، وفيكم اذا بدكم تضيفوا شوي من الكريمه. اهم شيء تضلها بحراره الغرفه، وبس بدنا نحفظها نعزل عنا الهواء. كيف يعني نعزل عنا الهواء؟ يعني دائما نغطيها للكريمه اللي عنا حتى مجرد ما تعرضت للهواء نعرف السكر بودره والزبده حتنشف عنا. لكن التلوينه حطينا شوي من التلوينه، فيكم تضيفوا التلوينه اللي بدكم اياه تلونوا فيها الكريمه اللي عندكم، بتعملوا نفس الباز اللي قلت لكم اياه وبتقسموه ساعتها على جنب وبتلونوا كل تلوينه لحال. جيب صحن صغير، خلينا نطفي الزيت لانه حمي. وحاخد هالكريمه بهالطريقه. لكن هيدي الكريمه اللي عندي بس تتعرض للهواء تجمد عندي وبتقسى. فيكم تنقوا الاشكال اللي بدكم اياه. شفتوا كيف الكريمه سلسه على مفعول السكر بودره مع الزبده اللي بحراره الغرفه. وحتى الكيك اللي عملناهم يعني الكب كيك اللي عملناهم والخليط اللي قدامكم عملناه هلا، دائما المكونات لازم تكون بحراره الغرفه. يعني ما نجيب البيض من البراد ولا الزبده تكون بالبراد. ظهر قبل ما نعمل الكيك اللي عندنا المكونات تعوله قبل بفتره ساعه
اذا بدكم هلا بلش الطقس يبرد شوي ليصيروا عندكم جاهزين. وهيك بنكون عم نزين كب كيك الاورنج. حتى فيكم تحطوا من عصير الليمون بخليط الكيك اللي عندنا من فوق، يعني بخليط السكر. بنكمل بهالطريقة. فيكم زينون ترجعوا بالفواكه المجففة إذا بدكم، أو بحبوب الشوكولا كمان بيطلعوا أطيب وأطيب. لكن الكيك عملناه فترة سمنا الخليط قسمين، عملناه بفترة 8 دقايق أخذت معنا على المكنة. درجة حرارة لازم تكون 180 لفترة ربع ساعة. الكيك بياخد معنا بالفرن. أما وصفتنا الثانية اللي حنحكي عنها هلأ هي عجينة القرقيش. طبيعة الحال العجينة أنا تركتها ترتاح، عملتها الصبح، هلأ حرجع أنا وياكم نعمل العجينة مجرد ما خلص هالحبات كب كيك اللي عندي. وهيك بنكون نكهناها مثل ما قلت بالسكر الملون. اليوم سائبت استعملنا تلويني الصفرة، حتى السكر بيعطيها طعمة هيك لذيذة، لأنه منعرف الكيك هذا من أنواع الكيك الدراي. بس نحنا شو حطينا بقلبه؟ حطينا بقلبه من اللبن ليعطينا الأقربون أولى بالمعروف. حطينا بقلبه من اللبن ليعطينا هالطعم الفلافي. تفضل. بنرجع ناخد آخر حبوب عنا. طيبة؟ يا وهيك كب كيك صار جاهز. نجي نوضعه بهيدي الميلة، نغسل ايدينا على السريع لنحكي حتلاحظوا انه انا استعملت صواني الوافن اللي عنا، استعملت معهم الورق اللي بيجي ورق زبدة، ورق صغير. فيكن تعملوا الحجم الكبير وفيكن تعملوا الحجم الصغير. بهالطريقة تجوا بتوزعوا ورق الزبدة وبتاخدوا خليط الكيك اللي عنا. وإذا بدكن بقلب إبريق صغير فيكن توزعوا المقادير، أو بكيس سكب مثل اللي عندي كمان فيكن تسكبوا بقلبه المقادير. اللي رح يصير أنا ما حاسكبهم للكب كيك هون، هلأ حخلي الخليط بالبراد وبكرة بعملوا كيك كمان ومنقدمه بطريقة تانية. هيك بنكون عملنا ورجيتكم كيف عملنا الكب كيك على النار، كيف عملناه على المكنة، كيف زيناه وعملنا له الزبدة مع السكر، وكيف بنفرد ورق الزبدة أو ورق الكب كيك والمفن اللي بقلب التري. ودرجة حرارة 180 قلنا ربع ساعة ل 18 دقيقة بيكونوا عنا جاهزين لأنه صغار. إذا كان الحجم الأكبر بياخدوا معنا من 20 ل 25 دقيقة بقلب الفرن. لكن الخليط اللي عنا حأرجع استعمله بكرة، حأجي شيله على جنب. نغطيها ونروح فيها على البراد، وبكرة نرجع بنعملها كيك إذا الله راد وبنخبزها. لكن الكيك عندي صار بالبراد، أنا ما عدت لنهم المفن صاروا جاهزين. نجي بدنا نجهز قصة العجينة. هتجوا أول شيء مسح طاولتنا،
حكمل ترتيب شوي، نحضر اغراض العجينه، مندور الزيت، منروح تايم اوت وبرجع انا وياكم ومع رولا. يلا بريك. منكفي معكم عالم الصباح، ننتقل مع الشيف عبد الله هلا بعد شوي، ولكن قبل بنعمل جوله بالسينما سريعه. ضمن افلام هالاسبوع فيلم الجريمه امريكان باستورال، احداث الفيلم بتصير سنه 68 عن رجل بيشتغل كتير وفجأة بيشهد انه حياته الشبه مثالية عم تنهار بسبب انخراط بنته مع مجموعات سياسية متطرفة. بأول تجربة إخراجية لأوين ماكغريغور وبطولته مع جينيفر كونيلي وداكوتا فانينغ. You think you know how the world works? وفيلم الخيال دكتور سترينج بنسخة 3D. من بعد ما يتعرض جراح الأعصاب دكتور سترينج لحادث سيارة بخسره شغله، بيبدأ رحلة الشفاء وقت اللي بيتعرف على The Ancient One اللي بيصير المعلم تبعه بالميستيك أرتس مع بنديكت كومبرباتش، تشويتل أليوفور وريتشل ماكادامز. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. You travel great distances in an instant. My name is Branch, and I'm a troll. وفيلم الانيميشن الموسيقي Trolls بنسخة 3D وبنسختين إنجليزية وفرنسية عن أميرة من الترولز وصديقة ترول اللي بضل غير سعيد واللي عم بيحاولوا فيه إنقاذ أصحابهم من الأكل من قبل أعدائهم. بأصوات أنا كندريك، زوي دو شانيل وجاستن تيمبرليك، والموسيقى الرائعة اللي عمل البعض منا جاستن تيمبرليك. كابتك؟ برانش، we just got attacked by a Bergen. A Bergen. It took everybody. Dad! What's your plan? To rescue everyone and make it home safely. فإذا شفنا الأفلام وبنرجع كمان بعد شوي بنشوف بالسينما، رح نرجع نحضر كمان ثلاث أفلام بالسينما، بنرجع بنعيدهم بما إنه هيك لا عم نمزح، خلص حنروح أحسن ما ينهار رشة ملح. والله خذي مني مصاري وروحي احضري فيلم هلا، روحي على السينما وانا بكمل الوصفات لحالي. ما عتلهم، نامي اكلي شربي بالسينما، ما تعتلهم. طيب وصلنا لختام عالمنا الصباحي اللي عم يحضرنا هلا. شو صرنا عاملين؟ عملنا الكب كيك، خبزتهم انا الصبح، عملنا بتاني وقفه اذا بدكم السكر مع الزبده وهلا حنحكي عنهم، وهلا عم نجهز خليط الكب كيك. حتيجوا تلاقوا عندي بقلب المكنه عندي هالسائل الاصفر اللي هو مثل ما قلت لكم انا دائما بالكيك بنقسم الفرق بالنص، بنقسم الويت ميكس مع الدراي ميكس لحال، يعني عندي من الزبده هلا بدي اضيفها هون، حنضيف الزبده صرنا حاطين بالمكنه زبده، حاطين من الكريمه من اللبن من السكر من البيض ومن عصير الليمون، عندي هالمكونات كلها. هلا الميكس الثاني اللي عندي هون اللي عم ضيفه هو الطحين، برش اذا بدكم الليمون، الفانيلا، البيكنج باودر حتى يندمجوا مع الخليط اللي عندي. بعد ما الخليط يصير على المكنه جاهز حنجي نحكي شوي عن كريمه الزبده اللي عملناها. كريمة الزبدة حطيت تلوينة إذا بدكم صفرة فيكم تلونوا باللي بدكم، وحطيت من الزبدة بحرارة الغرفة مع سكر البودرة. دايما لما نحط مثلا حطينا 200 جرام من الزبدة، لما نحط 200 جرام من الزبدة بنحط ضرب ثلاثة
سكر بودرة يعني 600 جرام، وإذا بدكم فيكم تضربون نحن مش هوا يعني. اوكي، بعد ما دمجنا عنا الطحين مع الزبدة اللي حطيناهم اخر شيء، حطينا اول شيء البيض مع عصير الليمون، اللبن، الكريمة، السكر، خلطناهم مع بعض، ضفنا لهم الطحين مع الفانيلا، البيكنج باودر والبرش الليمون. لكن هيك بنكون عملنا الويت ميكس لحال والدراي ميكس لحال. وهي الخليط عندي صار جاهز. هنجي نفضي الخليط اللي عنا بقلب الجات. دايما لما تشتغلوا بالمكنة حركوا الطراف لانه بيكون معلق عليها السكر والزبدة. فيكم تستعملوا الفانيلا السائلة، انا اليوم استعملنا الفانيلا البودر او اذا بدكم سكر الفانيلا، وفيكم تستعملوا الفانيلا البودز اللي هن الفانيلا الفريش. هاي خلطة الكب كيك عندي صارت جاهزة، هلا بنرجع نسكبها انا وانتم. نرجع الكب كيك اللي خبزناه، شو برجع بقول شو عملت بالسكر. في عالم بيحطوا سكر بودرة على الحلم مع شوي من عصير الحامض ليصيروا عندهم فروستينج، يصيروا يتشققوا يعني، اوكي، وبيغطوا فيها الكيك او الجاتو او الكب كيك اللي عندهم. انا اليوم حطيت 200 جرام من الزبده مثل ما قلت بحراره الغرفه مقطعه مكعبات، ضفت فوقها 600 جرام يعني ضرب ثلاثه، دائما قد ما بنحط زبده بنحط سكر بودره، وضفت عليها اذا بدكم شوي من المي، فيكم تضيفوا من عصير الحامض لتعطوها طعم الاسيد شوي هيك الحموضه، وفيكم اذا بدكم تضيفوا شوي من الكريمه. اهم شيء تضلها بحراره الغرفه، وبس بدنا نحفظها نعزل عنا الهواء. كيف يعني نعزل عنا الهواء؟ يعني دائما نغطيها للكريمه اللي عنا حتى مجرد ما تعرضت للهواء نعرف السكر بودره والزبده حتنشف عنا. لكن التلوينه حطينا شوي من التلوينه، فيكم تضيفوا التلوينه اللي بدكم اياه تلونوا فيها الكريمه اللي عندكم، تعملوا نفس الباز اللي قلت لكم اياه وبتقسموه ساعتها على جنب وبتلونوا كل تلوينه لحال. جيب صحن صغير، خلينا نطفي الزيت لانه حمي. وحاخد هالكريمه بهالطريقه. لكن هيدي الكريمه اللي عندي بس تتعرض للهواء تجمد عندي وبتقسى. فيكم تنقوا الاشكال اللي بدكم اياه. شفتوا كيف الكريمه سلسه على مفعول السكر بودره مع الزبده اللي بحراره الغرفه. وحتى الكيك اللي عملناهم يعني الكب كيك اللي عملناهم والخليط اللي قدامكم عملناه هلا، دائما المكونات لازم تكون بحراره الغرفه. يعني ما نجيب البيض من البراد ولا الزبده تكون بالبراد. ظهر قبل ما نعمل الكيك اللي عنا المكونات تعوله قبل بفتره ساعه اذا بدكم. هلا بلش الطقس يبرد شوي ليصيروا عندكم جاهزين. وهيك بنكون عم نزين كب كيك الاورنج. حتى فيكم تحطوا من عصير الليمون بخليط الكيك اللي عنا من فوق، يعني بخليط السكر. بنكمل بهالطريقة
فيكن زينون ترجعوا بالفواكه المجففة إذا بدكن أو بحبوب الشوكولا كمان بيطلعوا أطيب وأطيب. لكن الكيك عملناه فترة سمنة الخليط قسمين عملناه بفترة من دقايق أخذت معنا على المكنة. درجة حرارة لازم تكون 180 لفترة ربع ساعة. الكيك بياخذ معنا بالفرن. أما وصفتنا الثانية اللي حنحكي عنها هلا هي عجينة القرقيش. طبيعة الحال العجينة أنا تركتها ترتاح، عملتها الصبح، هلا حارجع أنا وياكم نعمل العجينة مجرد ما أخلص هالحبات كب كيك اللي عندي. وهيك بنكون نكهناها مثل ما قلت بالسكر الملون. اليوم سائبة استعملنا تلويني الصفرة، حتى السكر بيعطيها طعمة هيك لذيذة، لأنه منعرف الكيك هذا من أنواع الكيك الدراي. بس نحنا شو حطينا بقلبه؟ حطينا بقلبه من اللبن لا يعطينا، لا الأقربون أولى بالمعروف. حطينا بقلبه من اللبن ليعطينا هالطعم الفلافي. تفضل. بنرجع ناخد آخر حبوب عنا. طيبة؟ يلا. وهيك كب كيك صار جاهز. نجي نوضعه بهيدي الميلة، نغسل ايدينا على السريع لنحكي حتلاحظوا انه انا استعملت صواني الموفن اللي عنا، استعملت معهم الورق اللي بيجي ورق زبدة، ورق صغير. فيكن تعملوا الحجم الكبير وفيكن تعملوا الحجم الصغير. بهالطريقة تجوا بتوزعوا ورق الزبدة وبتاخدوا خليط الكيك اللي عنا، وإذا بدكن بقلب إبريق صغير فيكن توزعوا المقادير، أو بكيس سكب مثل اللي عندي كمان فيكم تسكبوا بقلبه المقادير. اللي رح يصير انا ما حاسكبهم للكب كيك هون. هلا حخلي الخليط بالبراد وبكره بعمله كيك كمان ومنقدمه بطريقه تانية. هيك بنكون عملنا، ورجيتكم كيف عملنا الكب كيك على النار، كيف عملناه على المكنه، كيف زيناه وعملنا له الزبده مع السكر، وكيف بنفرد ورق الزبده او ورق الكب كيك والمفن اللي بقلب التري. ودرجة حرارة 180 قلنا ربع ساعة ل 18 دقيقة بيكونوا عنا جاهزين لأنه صغار. إذا كان الحجم الأكبر بياخدوا معنا من 20 ل 25 دقيقة بقلب الفرن. لكن الخليط اللي عنا حأرجع استعمله بكرة، حأجي شيله على جنب نغطيها ونروح فيها على البراد، وبكرة نرجع بنعملها كيك إذا الله راد وبنخبزها. لكن الكيك عندي صار بالبراد، أنا ما عاد لهم المفن صاروا جاهزين. نجي بدنا نجهز قصة العجينة. هتجوا أول شيء مسح طاولتنا، حكمل ترتيب شوي، نحضر اغراض العجينه، مندور الزيت، منروح تايم اوت، وبرجع انا وياكم ومع رولا. يلا. بريك. اخر فقره لنا بعالم صباح اليوم اكيد مع الشيف عبد الله ورشد ملح.
وصلنا لختام عالمنا الصباحي، لكن المفن مثل ما قلت الخليط عملناه جهزناه، حنجي ندور الغاز نرجع ونقرب الزيت لنعمل عجينه ونقليها ونغطسها بالقطر. حتلاقوا العجينه عندي هيدي الميله. شو عملنا بعجينه القرقيش؟ اخذنا من الطحين، اكيد الوصفات هيبرموا قدامكم على الشاشه، واللي ما بيلحق في يحضرها على يوتيوب عالم الصباح، وفي شوفها على صفحه الشيف عبد الله خضر على الفيسبوك شيف عبد الله خضر. نجي بناخذ مع الطحين من اليانسون رشه ملح، اليانسون الحب مش المطحون، بناخذ من حبه البركه، واخر شيء من السمسم. هنجي نشيل المكونات على جنب. طحين، رشة ملح، سمسم، حبة البركة ويانسون. حأجي أضيف عليهم كوب من المي وبعد كوب المي منضيف نص كوب من زيت الزيتون. ولا أهين من هيك عجينة لحلويات، لحلويات إذا بدكم بنكهة البهارات أو سبايس أو اليانسون، شرقية طيبة وخاصة بهالطقس اللي بلش يبورد عنا مع كباية من الشاي بتطلع كتير تمام. العجينة بدها رياحة بس لزيت الزيتون يتغلغل إذا بدكم بقلب الطحين والسمسم، وبعدين نرجع منجهزها لنقليها. يعني هلأ أنا دعكت المكونات مع بعضها، هاجي خدها بهالطريقة ليكو الفرق هتشوفوا بين العجينة الخمرانة الجاهزة وبين العجينة اللي بعد ما جهزت. ليه بتجي على اللس؟ يعني ما عم بفهم انا. ايه طلع لس؟ ايه هذا شو اسمه؟ لا فايت بقوة انا. فايت هاي شايف كيفك. كيفك؟ منيحة؟ كله تمام؟ هاي العجينة اللي عنا حنتركها مثل ما قلت على جنب لتختمر. شو بدك تعملي على السريع؟ انت ايه بدي اعمل على السريع؟ ما بدك تعمل كثير رواق، بتاخذي من البسكوي اللي استعملتي الصبح بالترويقه بتحطي هيك قطع البسكوي. كفي بما انك عملتهم. طب كفي انت هون. طيب خلص نعملها. يلا نجي نقسم العجينه قسمين بهالطريقه، بنرش شوي من الطحين، بنغبر الطاوله اللي عندنا، رولا شو عم تعملي؟ رولا 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 على على هيدول. ايوه ايه اوكي. لكن شفتوا العجينه كيف يصير لونها غامق على زيت الزيتون اللي بقلبها على حبه البركه. رولا قتلتيهم كلهم شو؟ بس صحتين صحتين وعافيه. بس لنلحق حالنا خلي يرجعوا يعملون بنلحق. خلص عم كفيهم. لا عليهم. لا عليهم. بس حتى هيك نكون حطينا على كل الطبقات. اعطي خبزك للخباز ولو اكلوا كله. 100%. انا خلص انا هون لقلك. خلص تركني ميرسي. هاي العجينه اللي عندنا لانه كان منيح معي. بحط عال. هلا نستعمل سكينه او نستعمل اذا بدكم دولاب البيتزا. شو هنعمل؟ هنجرب عجينه بالاول، نرجع مندور الزيت. نجرب عجينه مثل ما قلت بالاول. شو بنعمل؟ بناخذ من هالخطوط
نرجع الخطوط اللي عنا كذلك الأمر نعملهم مثلثات بهالطريقة. نجي بناخد هالمثلثات ايوه ومنسقط بالمثلثات بقلب الزيت منيح على القافية. لكن برجع بعيد العجينة على السريع. طحين 3 أكواب فانيلا سمسم كوب من المي نص كوب من زيت الزيتون رجعنا ضفنا عليهم من اليانسون الحب. شو هيدا قطر؟ ومن حبة البركة هيدا قطر. عم نقلي هالمثلثات اللي عنا نقرب هيدول لهيدي الميلة. نرجع ناخد تاني شقفة من العجين اللي عنا حتى بتشوفوا انه عجينة الزيت زيتون بالايد فينا نمدها. يعطيك الف عافية شيف. فيكن كيف ما بدكن الله يعافيكي كيف ما بدكن تقطعوا العجينة فيكن تقطعوها. هي حبة بركة حبة بركة سمسم ويانسون هذه 5 مرة بنقول. بعد في عندك وقت تقول أكثر. أوكي. نجي شو بناخد هلا رولا؟ القطر. ناخد حطهم بالقطر. ما بدك تخفف لهم الزيت؟ لا. ولا هيك لازم؟ هلا رح نعمل حناخد هدول لهون. قرب لك الصحن لعندك. أيوه. قرب لك هي لعندك. بتشيلي من القطر وبتحطي عليهم. خلص خلصت. إيه هيدي خلصت. مبروك. أوكي. بس هولي ما حيخلصوا. ايه بتشيلي من القطر بس لازم دقلك هون. طب ما بدك تشيلي من القطر ليبردوا شوي بتحطي هون صح وبتحطي عليهم من شو؟ من الجوز الهند. برافو عليكي. يلا نرجع بنكمل. وهيك مشاهدينا بيكون وصفتنا لليوم. ايه ليه عم تعاني حاسك؟ عم بدي اتاكد من الطعمه. وهي باقي المثلثات عنا. عرفتها شو هي؟ هلا عرفتها. وين عرفتيها؟ الريحة. عرفت شو هي الأكلة ما كنت عرفتها. مالحة طلعت معك ولا حلوة؟ لا حلوة. لكن عملنا الكب كيك، عملنا الفروستينج تاعيته، لوناها بالأصفر، هلا عم نعمل عجينة القراقيش، كمان تروقنا الصبح ترويقة البيتزا بالحلوة، الترويقة الحلوة، يعني إذا بدكم مع الموز. والتفاح كانت كرواسون هذا طلب خاص كان لإلك ما عملنا كرواسون حتى ما يفكروا هلا المشاهدين انه عملنا كرواسون. هلا نرجع بنقطع بهالطريقه العجين اللي عنا كمان في حدا داعي علي لنقشة الحرقه بس مش مشكله بنقول شو اجت؟ حرقه هذا مصطفى اكيد من الصبح لحقك على الكرواسون. بكره حيكون عندنا وصفات بكره بنعرف نعمل مالح موالح. بكره حيكون عندنا كفته القرنبيط مع الجبنه اوكي وحنعمل تشيكن بيكاتا. شو مش غلط؟ مش غلط ايه؟ لا طيبة يا ايه تكرمي بجوز الهند تكرمي اوكي وهيك على فكرة حتى ما يعني طعمتها طيبة ما نونيد كثير يكون جوز هند شوي بس يعني هي بس هيك كمنظر يعني بس لأكثر ولا أقل هي بقلبها هول النكهات حبة البركة صح. مع اليانسون انف إيه مثل أنا ما غيرت بالوصفة اللي أعطيتيني إياها يعني بعدها برافو برافو بعدها هي ذاتها هي هي برافو ما فيني أعدل من راسي يعني بعرف تلميذ نجيب إيه بعرف بعرف يا معنا دقيقتين يا هيدا الزيت اكيد بس يبرد نرجع نستعمله بنصفيه اذا وقع بقلبه شوي من حبوب حب البركه اليانسون والسمسم. حتى في عالم بتعرفي شو بيعملوا؟ هيدي العجينه بعد ما يقلوها بتركوها لتبرد كيف؟ بسكبوها بصحن وبيكونوا على جنب عاملين الزعتر تبع المناقيش ايه مع زيت الزيتون وبيرشوا على وجهها هيك
بتطلع كمان كتير طيبة. هي البلس بلد يعني ما يحطوا قطر؟ بلا ما يحطوا قطر لأنه إيه؟ عجينتنا نحن مرتكزين بقلبها. ايه معقول إيه؟ ايه لا عن جد عم بتطلع انه بتعمل بنفنس عليكي يعني نحن ما بنفنس لا معقول عليكي. بتطلع طيبه يعني يلا. لانه فيكم تنعمل بس ما تكون طيبه. جيب لك صحن ثاني اوعى تتحركي ها. يا وهي صحن ثاني تفضلي. افضلت بنكمل قلي كم حبه بعد لكن ما ضروري تتكزوا على هذا الشكل اللي انا عم قطعه. فيكم تعملوا الاصابع فيكم تعملون مستطيل مكعبات اللي بتريدوها فيكم تعملوا هيدي العجينه. شو عم تعاني؟ لا ليه؟ مصرة؟ خلص خلص خليها هيدي الشقفه ما في اثر بس حطي لنا شويه جوز هند عليها بنرجع نقدمها. جبتها يا هيك لكان هيدي العجينه اللي عندي مع العجينه اللي قديمه شو فيكم تعملوا؟ لكن شو حنعمل؟ حاجي ادمجها بهالطريقه واخذ من ورق الخشخاش وفينا ناخذها نستعملها بكره نعملها بالفريزر بعد شهر اللي بدكم اياه فيكم تعملوا هيدي العجينه. ثانك يو رولا لك على الترويقه. ميرسي ثانك يو لك عن جد كان نهار كثير حلو ميرسي كثير يعطيك العافيه شيف اكيد بكره رح نرجع نشوفك نحن ان شاء الله اطباق جديده وعالم صباح جديد وانا بشوفكم نهار الثلاثاء باي باي. وعلى الغنى